السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور علي، ازي حضرتك؟ أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا أهلا بحضرتك. حياكم الله وبكم جميعا وجميع من انضم إلينا في هذه الفعالية التوعوية الإرشادية عن أمراض القطط والكلاب. فيعني رحب فيكم جميعا، ويعني نشكر لكم أيضا استجابتكم للمشاركة معنا في هذه الفعالية، واللي نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن نتحقق الأهداف اللي أقيمت منها، ومنها نشر الوعي بأمراض القطط والكلاب. ما أدري الأخ بروف هيثم، نرحب فيك أيضا يا بروف. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، شرف لينا طبعا الاشتراك مع حضرتك في الندوه التثقيفيه دي طبعا، يعني والسعوديه بلد شقيق ونتمنى لها كل خير ان شاء الله. طبعا يعني ان شاء الله. الله يسعدك ان شاء الله باذن الله. وايضا الاخ حسين جلال، حياك الله اخوي حسين. دكتور علي، ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. ايش فيك اليوم مطفي الكاميرا؟ والله طفي الكاميرا يمكن عشان خاطر مش في المكتب النهارده، فبخاف ان الكاميرا تاثر شويه على الكونكشن، فبعتذر طبعا ان انا مش شغل الكاميرا النهارده. لا دكتور ولا سليمان، ان شاء الله. حياك الله، حياكم الله جميعا. حياك الله بروف سليمان. اهلا بحضرتك دكتور علي، اهلا بحضرتك واهلا الله، كيف بحضراتكم حالكم؟ جميعا. ان شاء الله بخير. شكرا لكم الله على يبارك في مشاركتكم معنا في حضرتك هذه يا رب. الفعاليه. الله يخلي حضرتك دكتور علي. الله يحييكم جميعا. اعتقد انه يعني نبدا على بركه الله. المايك معك دكتور حسين. شكرا شكرا جدا دكتور علي، وطبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في البدايه بحب اتقدم بالشكر للزملاء طبعا في وزاره الزراعه، في وزاره البيئه والمياه والزراعه، طبعا ممثله في الدكتور علي الدويرج مدير عام اداره الصحه والرقابه البيطريه، على ان هم طبعا اتاحوا لنا هذه الفرصه العظيمه ان احنا نكون متواجدين معاكم النهارده في هذا اللقاء العلمي الذي اتمناه مثمرا باذن الله. طبعا حديثنا النهارده هيكون عن امراض القطط والكلاب، اساسيات تشخيص وعلاج الامراض المعديه الشائعه في الكلاب والقطط. لو تسمحوا لي بس انا اشير مع حضراتكم السكرين عشان خاطر نشوف مع بعض الاجنده بتاعت النهارده. اتمنى ان حضراتكم تكونوا شايفين السكرين. واضح. طبعا زميلي العزيز الدكتور سليمان هيتكلم النهارده عن المشاكل المرضيه الشائعه في الحيوانات الاليفه، المحاضره مدتها نص ساعه. دكتور سليمان طبعا هو المدير الفني والعلمي مدير تطور لقطاع المقترات والحيوانات الاليفه في شركه زويتس، هيتكلمنا في المحاضره الاولانيه عن المشاكل المرضيه الشائعه في الحيوانات الاليفه. الجزء الثاني ان شاء الله هيكون معنا استاذنا الدكتور هيثم فرغلي، استاذ الجراحه والتغيير والاشعه في كليه الطب البيطري في جامعه القاهره، طبعا هو زميل عزيز. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور هيثم. وسهلا بيك يا دكتور. هيكلمنا عن برامج التحصينات للحيوانات الاليفه والاحتياطات الواجبه عند الاستخدام. يمكن النهارده طبعا كان الهدف من الندوه انها تبقى في صوره ورك شوب اوبن ديسكشنز، يكون فيها كويشنز وانسرز بشكل كامل، ولكن حبينا ان احنا نبدا بمحاضره للدكتور سليمان والدكتور هيثم نص ساعه كل محاضره، بعد كده هيبقى عندنا ساعه كامله في اوبن ديسكشنز مع كل الزملاء. ان شاء الله نتمنى انها تكون يكون لقاء علمي مثمر باذن الله وتعم فيه الفائده للجميع. شكرا جدا لحضراتكم المره الثانيه، واسمحوا لي ان انا ادي الكلمه لاستاذنا الدكتور هيثم. الدكتور سليمان، بعتذر، الدكتور سليمان اتفضل حضرتك. السلام عليكم جميعا، انا بشكر حضرتك دكتور حسين، وطبعا برحب بحضراتكم وبرحب بالدكتور علي والدكتور هيثم الاستاذ العزيز وزمايلنا الاعزاء في السعوديه وزمايلنا من مصر. يعني ان شاء الله النهارده يبقى الندوه مثمره والورك شوب يكون مثمر ان شاء الله. اسمحوا لي بس اشير مع حضراتكم البرزنتيشن. الله
طيب اعتقد كده السكرين واضحه مع حضراتكم. واضح تمام. طيب بدايه كده يعني احنا عنوان المحاضره المشاكل المرضيه الشائعه في الحيوانات الاليفه او الكومن ديزيز بروبلم في البيت انيمال او الدوج اند كات. انا مع حضراتكم سليمان محمد، انا استاذ مساعد امراض المعديه كليه طب ترجمه القاهره والمدير العلمي والفني ومدير التطوير في قطاع المقترات والحيوانات الاليفه في شركه زويتس. بداية زي ما حضراتكم شايفين كده الأمراض المعدية في الكلاب والقطط هي ليها تقسيمات كتيرة جدا، لكن مع التقسيمات الكتيرة دي ولو بنتكلم مثلا على البيزك كلاسيفيكيشن بتاعتها التقسيم الأساسي من أمراض بكتيرية لأمراض طفيلية وأمراض فيروسية وبالإضافة للأمراض الفطرية والإضافة للمشاكل المرضية، في الآخر بنقدر إن احنا ندمج الأمراض دي كلها في صورة مشاكل، لأن في الآخر تعاملي داخل العيادة أو داخل المستشفى أو أي بيت كلينيك بتعامل مع مشاكل وليس أمراض بعينها. زي ما حضراتكم شايفين كده العلم كله دلوقتي رايح ناحية ما يسمى بالبروبلم بيزد ميديسن أو البروبلم بيزد إيفيدنس ميديسن، اللي هي المشاكل أي أونر أو أي صاحب حالة اللي بيربي كلب أو بقطة في الآخر لما بيكون في عنده شكوى بيبقى رايح للدكتور عشان عنده مشكلة معينة محتاج مساعدة الدكتور انه يحل المشكلة دي. فهي الفكرة النهاردة او التطور النهاردة في قطاع الحيوانات الأليفة معتمد بشكل او باخر على حل المشاكل المختلفة اللي بيقابلها المربي الحيوانات الأليفة. يعني معلش خلينا نبدأ بالصورة دي، هي شوية ممكن تكون كونفيوز حضرتك، ده اللي احنا بنقابله في التعامل مع اي حالة بتقابلني في العيادة او في المستشفى. لو انا بتكلم على مستوى الحيوانات الاليفه، انا بتجيلي الحاله يعني فيها اكتر من حاجه ممكن تكون ملخبطني، الاعراض اللي ظاهره قدامي ممكن يبقى حتى شكوى الاونر نفسه مش بالشكل القاطع للتشخيص في الحالات اللي احنا بنقابلها. وبالتالي القصه في الاول وفي الاخر بتعتمد على السكيلز بتاعت كل دكتور وشطارته والاكسبيرينس اللي عنده خبراته في حل المشاكل اللي احنا بنعملها. يعني على سبيل المثال ليس الحصر، يعني زي ما بنقول كده الكحه مثلا لو الحيوان جاي لي باعراض تنفسيه، الموضوع مش فكره ان هو عباره عن كحه وفقط، لا ده حضرتك بنلاقي فيه كومبليكيشن ومشاكل تانية اكتر. يعني على سبيل المثال حضرتك شايفين كده مشكله الكناين انفكشوس ريسبيرتوري ديزيز كومبلكس، هي عباره عن مشكله معقده في منها اسباب ممكن تكون اسباب بكتيريه بكتيريال كوزز، في منها الاسباب الفيروسيه المختلفه، في ممكن يكون ستريس فاكتور، في ممكن تكون بعض العوامل اللي بتاثر لي على مناعه الحيوان، وبالتالي انا بتعامل مع المشكله ككل فلازم اكون يعني شايف كل ابعاد المشكله او اوجه المشكله بحيث ابدا اتحرك على كل وجه وابدا اوصل لتشخيص صحيح. لان في الاخر احنا عايزين نوصل لطريق معين هنتكلم فيه دلوقتي. برضه نفس القصه، لو انا بتكلم مثلا في مشكله زي مشكله الاسهالات او مشكله الانترايتس، فبرضه في عندي اسباب كتيره جدا، في منها ما هو بكتيري، في منها ما هو فيروسي، في منها بعض الطفيليات او البارازايتس، في منها بعض الاسباب الاخرى اللي ليس لها علاقه باي مسبب مرضي مثلا زي الدايت نفسه او الاكل بتاع الحيوان، في منها برضه يعني ملوش علاقه باي مسببات مرضيه زي السموم الفطريه اللي انا بتعامل مع حيوان الهدف الرئيسي او الاكل الرئيسي بتاعه هو عباره عن الدراي فود او اللي هي الاكل الجاف بتاع الحيوان. وبالتالي انا عايز اوصل للتارجت بتاعي من عمليه التشخيص بشكل كامل وهي العلاج. فعشان خاطر اقدر ان اوصل ان انا اعالج الحيوان قدامي او احل المشكله اللي قدامي لازم يكون عندي ما يسمى بالسيستماتيك ابروتش او التعامل المجدول او المعتمد على خطوات معينه عشان في الاخر نوصل لتشخيص صحيح. التشخيص الصحيح يوصلنا للعلاج الصحيح. دي الخطوات الرئيسيه في التعامل مع اي مشكله بتقابلني في خطوات التشخيص عشان في نوصل في الاخر للعلاج او حل المشكله. هي في البدايه هي حصول الدكتور او المتخصص في الحيوانات الاليفه على هيستوري عن الحاله وعن تاريخ المشكله في الحاله قدامه، وفي نفس الوقت وهو بياخد الهيستوري يبدا عمليه الفحص الظاهري، وده هنتكلم فيه برضه مع بعض، الفيزيكال اكزامينشن في الحيوان.
وبعد كده بنوصل ان احنا نعمل ما يسمى بالليست اوف ديفرنشال دايجنوسيس. ببدا اقول والله بناء على التاريخ المرضي اللي قدامي والفحص الظاهري للحيوان انا سسبكت من المشكله اللي قدامي ان هي ممكن تكون اسبابها مجموعه الامراض الفلانيه. وبعد كده ببدا بالاكسبيرينس هنا ببدا اعتمد عليها بشكل كبير ان انا اعمل ديفرنشال دايجنوسيس او اللي هو الاستبعاد ان انا مثلا بكون شاكك في 5-6 امراض. فبناء على الاعراض اللي قدامي والفحص الظاهري والتاريخ المرضي ببدا استبعد امراض وابدا في الاخر اوصل لمرض او اثنين على حسب الاكسبيرينس بتاعتي وعلى حسب السكيلز اللي انا معتمد عليها. في الاخر ما بحب اكل تشخيصي بوصل لان انا ابدا اخش على خطوات تشخيصيه او استخدام الاختبارات التشخيصيه في العيادات. وفي الخطوه الاخيره او قبل الاخيره هي البروجنوزز او التنبؤ بالحاله، ان ده برضو مهم في البيت انيمال. زي ما حضراتكم عارفين التعامل مع البيتس خلاف التعامل مع الحيوانات الاخرى. البيتس شويه الاونر مرتبط بصوره سيكولوجيه بالحيوان بتاعه، وبالتالي البدء في البروجنوزز مع الحاله ده مهم جدا لتشكيل السيكولوجي بتاع الاونر وخليه مستعد لاي تدخل انا ممكن اتعامل فيه مع الحاله. يعني من الحاجات اللذيذه جدا حضرتك ممكن تلاقي في بعض الاونرز بيتاثر نفسيا ان لما حضرتك تبدا تفحص الحيوان او مجرد تمسكه او ايفن حتى لو انا هاخد درجه حراره باستخدام الترمومتر او حتى لو انا هسحب منه عينه مثلا عين الدم او اي حاجه، كل الحاجات دي نفسيا بتاثر في الاونر. وبالتالي لازم مع الفحص والخطوات اللي احنا قلنا عليها اوصل لبروجنوزز اقدر اقول للاونر اعتمادا على المعطيات اللي قدامي والحاجات اللي انا شايفها في الحاله، والله انا شايف الحاله دي ممكن ان شاء الله بنسبه كبيره تخف، لا الحاله محتاجه تدخل بشكل معين، لا الحاله متاخره، لا الحاله فيري باد بروجنوزز التدخل هيكون صعب، او الحاله بيكون ميؤوس منها وابدا اتعامل معاها بشكل اخر في التشخيص. وفي الاخر زي ما اتفقنا احنا بنعمل الخطوات دي كلها عشان نوصل لمرحله العلاج او مرحله حل المشكله نفسها. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم دلوقتي هي في عندي جزء مهم في الباتس وهو السيكولوجي بتاع الاونر. السيكولوجي بتاع الاونر فيه محددات كتيره جدا، زي ما قلنا في ارتباط نفسي ما بين مربي الحيوانات الاليف والحيوان بتاعه، وفي نفس الوقت هتلاقي الاونر محتاج حضرتك فولي اكسسبل، يعني زي ما بيقولوا كده يعني يقدر يوصل لك 24 ساعه في اليوم 7 ايام في الاسبوع، فاي مشكله ممكن يتواصل معاك نتيجه ان هو مرتبط سيكولوجيا بالحيوان بتاعه. ده الاشكال المختلفه اللي احنا ممكن نشوفها في الحيوانات الاليفه، ممكن تبقى ادلتس ناس كبيره وبقى حياتهم هم الحيوان الاليف سواء كلب او قطه او ايا كان الحاجه اللي بربوها، او لسه اثنين متجوزين جداد، او ممكن في بعض الاحوال نلاقي بعض السيدات يعني مهتم بتربيه القطط بشكل كبير جدا وبيربوا منها اعداد كبيره جدا، ساعات بتوصل في بعض الاماكن عندنا هنا في مصر مثلا ل 30 و40 و50 قطه في نفس البيت مع شخص واحد، او ان هو حيوان بيهتم بالبيت انيمالز بصوره عامه. البيت انيمال مش كلاب وقطط فقط، ممكن يكون ارانب، ممكن يكون عصافير، ممكن يكون بغبغانات، ممكن يكون ضفادع، ممكن يكون هامسترز، ففي اشكال كثيره للباتس. ده محدد من محددات الاونر سايكولوجي. زي ما قلت لحضراتكم السيستماتيك ابروتش او التعامل بشكل صحيح ومرتب مع الحاله بحيث نوصل لتشخيص، ده بنبدا نحط له محددات راسيه، وهو ان انا لازم اقوم بالعمليات التشخيصيه دي تقريبا في وقت بيتراوح من 10 ل 15 دقيقه. ده مهم جدا، وزي ما قلت لحضراتكم ده اعتمادا على السكيلز او اعتمادا على الاكسبيرينس بتاعه الدكتور او اللي بيتعامل. في اخذ التاريخ المرضي للحاله برضه لازم يكون عندي توازن بشكل كبير ما بين ان انا اسال الاسئله بتاعتي عشان خاطر اوصل لتشخيص، واسمع اكتر. لازم نسمع اكتر للاونر ونسمع منه ايه المشاكل او ايه الحاجه اللي حركته ان هو يجي لحضرتك العياده ويبدا عايز المساعده بتاع حضرتك، ده اعتمادا على الحاجه اللي حضرتك بتسمعها منه وبناء على الاسئله اللي انا بسالها. زي ما قلنا كده هي اسئله محدده بحيث اوصل في الاخر لتشخيص محدد للحاله. برضه زي ما اتفقنا في اثناء اخذ التاريخ المرضي لازم اقوم بعمليه الفحص الظاهر للحيوان، يعني نبعد بشكل او باخر عن التعامل زي ما كده عن طريق الواتساب او الـ او الـ او الفيسبوك، الحاجات اللي هو ممكن يبعت لك صوره للحاله ومحتاج تشخيص من حضرتك. الموضوع ده بيكون صعب جامد
ما اقدرش اوصل منه تشخيص صحيح للحاله، بالعكس ممكن يدهور الحاله اكتر واكتر، لان كون الحيوان موجود قدام حضرتك، حضرتك بتفحص عليه بتشوف حاجه، ممكن يكون الاونر طبعا مش اوير بكل حاجه موجوده في الحيوان، لكن هو بيبدا يتحرك بناء على اعراض مهمه او اعراض هي اللي ظهرت قدامه بشكل واضح خليته يتحرك يجي لحضرتك العياده، فنبعد بشكل او باخر عن التعامل عن طريق الواتساب او الفيسبوك مسج. زي ما اتفقنا في الاخر بعد عمليه الفحص الظاهري واخذ التاريخ المرض الحاله بنوصل لما يسمى بالليست اوف ديفرنشال دايجنوزز، او زي ما بنقول كده انا بحط لسته امراض او اسباب للمشكله اللي قدامي، وفي الاخر الاسباب دي او الليسته دي ببدا احطها باكثر من احتمال، او الاحتمال عندي اللي احنا بنسميه الباترن ريكوجنيشن، يعني الاعراض اللي ظاهره في الحاله هي بشكل واضح بتوصلني الحالة، يعني في أعراض بتبقى خلاص محددة للمرض الموجود، يعني في بعض المشاكل المرضية الموجودة في الجلد مثلا أو مشاكل جلدية زي بعض الفطريات اللي هي القوبة، أو بعض برضو المشاكل الجلدية زي مشاكل الجرب، برضو دي وضع الحيوان والأعراض اللي قدامي بتكون محددة، فده اللي بنسميه pattern recognition، أو بوصل للبروبابيلتي دياجنوزز إن أنا بيكون في عندي احتمال أو اتنين في الشكل اللي قدامي، لكن بقدر اوصل للتشخيص الديفينيت دايجنوزز عن طريق بعض الطرق زي التريتمنت اللي احنا بنسميه الثيرابيوتيك دايجنوزز او التريتمنت ثيرابي، ده بقدر ان انا اوصل للسبب اللي عندي، او الاحتمال الثالث اللي احنا بنقول عليه البروبلم اورينتد ابروش، ده لا ده القصه اللي قدامي مثلا زي ما نقول الحيوان عنده اسهال، ايه اسباب الاسهال؟ لا عندي اسباب كثيره جدا، ممكن يكون في منها ما هو فيروسي، في منها ما هو بكتيري، في منها ما هو بعض الطفيليات، في منها ما هو متعلق باذا اتفقنا زي التغذيه سواء نقص او زياده بعض الكومبوننت في التغذيه بتاع الحيوان، ده اللي هو الشكل الثالث من الليست اوف ديفرنشال دياجنوزز، او الشكل الرابع اللي بنقول عليه اللي كول اوف هيرب، ان انا مش قادر احدد ايه المشكله الرئيسيه اللي قدامي، هل هي متعلقه بمشكله مثلا اسهال او مشكله ترجيع او مشاكل عصبيه او مشاكل تنفسيه، فابدا ان انا اوصل لمساعده احد من الزملاء عندي في الفيلد وابدا اشوف المشكله معاه بتبقى ماشيه ازاي. طيب بعد ما وصلت للقصه دي ببدا ان انا اوصل للاختبارات التشخيصيه اللي اقدر من خلالها اعمل استبعاد لبعض المشاكل او بعض الامراض الموجوده، وان انا اوصل واشخص او اكد تشخيصي في بعض المسببات الاخرى، لكن بيكون في محددات في استخدام الاختبارات التشخيصيه دي، في منها ما هو اوفر يوزد، يعني في بعض الدكاتره ممكن ان هو يعني يغالي في استخدام الاختبارات التشخيصيه، ان هو بيعمل اختبارات كتيره لكن في الاخر مش كل الاختبارات دي انا محتاجها، ما اقدرش اعمل اناليسيس او انتربريتيشن للمشكله اللي قدامي، او ان هو يعمل اندر يوز، لا ده انا مثلا الدكتور طلب مني اختبار دم واختبار واختبار واختبار، لا الحاجات دي كتير قوي، احنا بس هنعتمد على ان انا اخد مثلا عين البراز وابدا افحصها خلاص، لا هنا ممكن في بعض الاحوال استخدام الاختبارات التشخيصيه او تجاهل استخدام بعض الاختبارات التشخيصيه ممكن يعمل لي مشكله في عمليه التشخيص نفسها، مثلا لو انا بتكلم في عندي مثلا كيوتينيوس ماس، في عندي جزء من الجلد متضخم او في بعض الاورام، فهنا لازم ان انا اعمل بعض الاختبارات الباثولوجيه عشان اشوف المشكله فين، لكن في الاساس ان انا بكون عارف انا بستخدم الاختبار التشخيصي ده ليه، وعشان خاطر اوصل منه ليه، لان انا في الاخر زي ما اتفقنا انا عايز اقوم عمليه تشخيص كامله عشان في الاخر اوصل للهدف الرئيسي بتاعي. دي المشاكل اللي ممكن تقابلني شويه او بتعيق شويه ان انا استخدم بعض الاختبارات التشخيصيه، لكن اذا 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 بطل يعني اذا فهم السبب بطل العجز زي ما بيقولوا كده، لو انا عرفت زي ما اتفقنا هستخدم الاختبار ده عشان اوصل لتشخيص عامل ازاي ده بناء على الاعراض اللي قدامي او بناء على المشكله او التاريخ المرضي اللي بيديهوني صاحب الحاله، فبالتالي اقدر اتجنب كل المشاكل اللي احنا بنشوفها دي، واقدر ان انا اوصل للتشخيص بشكل مظبوط. ومن هنا زي ما احنا كاتبين كده اهميه استخدام مثلا اختبارات الدم في عمليه الفحص او عمليه التشخيص بشكل كامل، يعني ده المفردات اللي موجوده جوه تحاليل الدم بشكل او باخر، وكل واحده الاكسبلينيشن، انا مثلا بحلل خلايا دم بيضاء انا محتاجها ليه؟ عشان اشوف مثلا خلايا المناعيه، عشان اشوف مثلا بعض المشاكل المتعلقه بالمناعه او بعض الانفكشنز اللي ممكن تكون موجوده، ده اعتمادا على النورمال بارامتر بتاعتها او المعدلات الطبيعيه لكل واحد فيها، ولما بيبدا يخرج بره المعدل الطبيعي ابدا ابقى عارف انا فيه، مثلا انا بتكلم في حاجه زي اللي هي البليتلتس بتاعه الدم،
او الصفائح الدمويه دي تبقى متعلقه اكتر بالبلاد كلوتس. يعني مثلا لو انا هعمل عمليه الحيوان محتاج يكون قدامي البارامتر الطبيعيه بتاعته في عمليات التجلطات بحيث ما يحصلش انزفه بعد العمليه. بعض الاشكال المختلفه لخلايا الدم البيضاء ومتعلق كل نوع منها، مثلا لو بنتكلم في الايزينوفيل دي متعلقه ببعض الامراض الحساسيه اللي ممكن تبقى موجوده على الجلد، بعض الحساسيه اللي موجوده في الحيوانات، او بعض البارازيتك انفكشن. لو انا بتكلم مثلا في الليمفوسايت فانا بتكلم في الستريس فاكتور والايميون بروبلمز او الفيرال انفكشن. فكل بارامتر من البارامترز اللي انا بستخدمها في عمليه التشخيص بيوجهني ناحيه مشكله من المشاكل. برضو الانزيمات او الوظائف المختلفه، ليه مثلا لما بتكلم في وظائف الكبد غير لما بتكلم في وظائف الكلى، كل واحد برضو من ده بيوديني ناحيه مشكله مرضيه. يعني مثلا لو بنتكلم في وظائف الكبد اللي هي الـ ALB والـ ALT، الاثنين دولت بيقول لي حاله الكبد عامله ايه. برضو ده من المحددات الرئيسيه مع استخدام العمليات الجراحيه، او من المحددات الرئيسيه في بعض المشاكل المتعلقه بطفيليات الدم. ودي مشكله بنشوفها كتير قوي في الاماكن اللي بيكون فيها الاوراد موجود في المنطقه. برضو الاختبارات المتعلقه بالكلى، وظائف الكلى، برضو ده بيحدد لي وضع الجسم بيكون عامل ازاي. المشاكل اللي ممكن يكون موجوده جوه جسم الحيوان وانا مش شايف، لان زي ما اتفقنا جسم الحيوان ده هو عباره عن صندوق مقفول ما بقدرش اشوف اللي جواه غير بالفحص الظاهري او باستخدام بعض الاختبارات المعمليه. وهكذا برضو الاملاح اللي موجوده داخل الجسم برضو دي من ضمن الحاجات اللي نقدر نوصلها. لذلك احنا بنوصل لنقطه مهمه جدا وهي ما يسمى بالبوينت اوف كير. النهارده العيادات على مستوى العالم وعيادات البيتس بدات تاخد يعني منحنى مختلف شويه، بدات تقرب او بدات تعدي كمان بعض الاماكن التجهيزات الموجوده في مع العيادات المتعلقه بالانسان. في الاخر انا عايز يكون قدامي او جنبي تولز او اداه او وسيله ان انا اقدر اشخص بيها وابدا اخد القرار على طول، لان زي ما احنا اتفقنا في عندي محدد رئيسي في التعامل مع الحيوانات الاليفه وهو السيكولوجي بتاع صاحب الحاله نفسه. فهنا بقدر اوصل بالعمليات التشخيصيه لتدخل سريع. طيب دي الخطوات المختلفه لعمليه التشخيص. كان زمان معظم الناس بتعتمد على اخذ التاريخ المرضي للحاله وان هو يقوم بعمليه الفحص الظاهر للحاله، لكن بدات شركه زواتس من زمان بداوا يدخلوا خطوات في عمليه التشخيص بشكل كبير جدا. بدات يعني الاكيورسي بتاعت عمليه التشخيص وان انا اوصل للمسبب المرضي المظبوط وابدا اتدخل بشكل سريع من مثلا استخدام الاختبارات المناعيه او استخدام اختبارات الدم اللي هو الهيماتولوجي او الكيمستري، استخدام بعض المايكروبكتيرولوجيكال اكزامينيشن او الفحص البكتيري للمسببات المرضيه، او ان انا استخدم مثلا زي الاكس راي زي سي تي زي الام ار اي السونار. الحاجات دي برضو بقت تولز موجوده في معظم العيادات. ممكن في بعض الاحوال اوصل للموليكولر دايجنوزيس، سواء ان انا اشخص المسبب المرضي واعرف ايه النوع الدقيق لكل مسبب مرضي موجود عندي، او في بعض الاحوال ودي من الحاجات برضو اللي احنا متميزين فيها الجينومكس، او ان انا اشوف الابعاد الوراثيه لبعض المشاكل اللي ممكن تقابلني. وبالتالي استخدام الاختبارات دي بيحدد لي الاويرنس او التوعيه لبعض المشاكل، زي ما احنا النهارده مجتمعين في صوره التوعيه باستخدام بعض الطرق التشخيصيه، او ان انا ااكد او اعمل ديتكشن لبعض المسببات المرضيه، او احدد انا هتدخل في الحاله دي بالشكل المعين ده على حسب طبعا وضع الحاله عامل ازاي، او ان انا اعمل اسسمنت او اقيم تدخلي في الحالات المختلفه. ده طبعا اعتمادا على الاختبارات التشخيصيه اللي انا ممكن استخدمها. زي ما قلنا برضو من ضمن الحاجات الرئيسيه في العمليه التشخيصيه هي وضع التنبؤ للحاله اللي قدامي. انا بتكلم ان انا في بعض الاحوال ممكن يكون الحاله لا جود بروجنوزز، الحاله ان شاء الله باذن الله بتدخل هتبقى افضل كتير، لا يعني الفير دايجنوزز يعني شويه الحاله بوردر، لا هنا جاردد، لا هنا الموضوع بقى لا يبقى اصعب واصعب، لا بورد دايجنوز هنا الحاله يعني اكاد يكون ميؤوس منها، هنا جريف دايجنوز زي ما بيقولوا كده الحاله بتموت. فهنا التدخل بيكون طبعا صعب جدا. الدرجات المختلفة من التنبؤ ده بيفرق زي ما قلت لحضراتكم مع الاونر والسيكولوجي بتاع الاونر، لان انا في الاخر عايز اوصل للمحدد الرئيسي للعملية التشخيصية وهو العلاج او حل المشكلة.
الاونر النهارده لما جه لحضرتك العياده او جه لحضرتك المستشفى في مشكله ما هي عامله له ارق او 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 تعباه خلته يتحرك ويجي لحضرتك، فحضرتك مطلوب من حضرتك ان انت تحل له المشكله اللي هو بيواجهها دي. وحل المشكله ده ما بيعتمدش بصوره رئيسيه على التريتمنت بس، ممكن يكون في بعض المشاكل المرضيه زي ما نتكلم مع بعض بيكون الحل التدخل او بعض الريكومنديشن ان انا لازم اقولها للاونر يبدا ان هو يتعامل فيها مع الحيوان بتاعه في مكان التربيه. لكن التريتمنت اللي هو العلاج ممكن اقسمه بشكل مبدئي لعلاج متخصص شويه لو انا بتكلم في مشاكل بكتيريه يبقى لازم ادي مضاد حيوي مناسب، لو انا بتكلم في مشاكل فيروسيه لازم في بعض الادويه اللي ليها دور على الفيروسات المختلفة، لو أنا بتكلم في طفيليات فلازم ندي مضاد طفيليات المناسب وهكذا على حسب نوع المشكلة اللي عندي. لكن في نفس الوقت لازم أخلي بالي من السيمتوماتيك تريتمنت أو اللي هنقول العلاج اللي هو السابورتيف أو اللي هو بيساعدني بشكل كبير في نجاح العلاج. النهاردة برضو التقسيمة دي ما بقتش موجودة بشكل زي ما احنا كاتبين كده، الموضوع داخل في بعضه. بعض الحالات أو بعض المشاكل بيكون السيمتوماتيك تريتمنت هو حاجة أساسية في العلاج. يعني أنا لو بتكلم مثلا في طفيليات دم فباللوجيك إن أنا عندي الاسبيسيفيك تريتمنت في طفيليات الدم هو عبارة عن مضادات طفيليات الدم، لكن لو أنا ما اديتش أدوية سبورتيف للكبد بتاع الحيوان مثلا أو ما اديتش بعض الفلويد ثيرابي المحاليل البيطرية كل الكلام ده ممكن يعمل فيلير في الحالة، هبدا يحصل فشل عندي في خطه العلاج بتاعتي، وبالتالي ارتباط السيمتوماتيك تريتمنت او السبورتيف تريتمنت بالسبيسيفيك تريتمنت بقى النهارده جزء اهم جدا في نجاح الخطه العلاجيه. بس نخلي بالنا من النقطه ان في بعض الحالات بعد ما ببدا اعمل التشخيص واوصل للعلاج ببدا اختياري للمضاد الحيوي او اختياري سوري للدواء بتاعي ممكن يكون ليه تاثير عكسي على الحيوان، فبرضه وانا بختار الدواء بتاعي اخلي بالي كويس جدا ان انا ما يكونش في عندي اي ضرر من استخدام الدواء ده في الحيوان. يعني مثلا سمين الإنسان هنا بيقول لي لو أنا بتكلم في حالات اللي فيها بعض الحساسية أو بعض المشاكل الجلدية وأنا استخدمت الكورتيزونات أو كورتيكوسترويدز في استخدامها على اللونج ران ممكن يتحول الحيوان لمشكلة أخرى نتيجة استخدام الكورتيكوسترويد أو الكورتيزون دوت، زي مثلا زي ما نتكلم في الكاشينج سندروم. فبرضو هنا اختيار الدواء بتاعي بيكون من ضمن المحددات الرئيسيه في التعامل مع الحاله. طيب لو دخلنا بقى شويه ناحيه المشاكل اللي ممكن نشوفها في الحيوانات الاليفه الكلاب والقطط، انا في عندي مشاكل كثيره جدا لا تعد ولا تحصى، لكن المشاكل اللي حضراتكم شايفينها قدامكم دي هي اكثر مشاكل الاونر تقريبا بيتعامل معها بشكل يومي. خلاص اللي بتخليه فعلا بيبدا يتحرك بيه حضرتك، يعني على سبيل المثال الاونر يحب الحيوان بتاعه وشكل الجلد بتاعه من بره وشكل الشعر بتاعه كويس جدا، فمجرد ما بيحصل تغيرات في الجلد بتاع الحيوان او الكود بتاع الحيوان بيبدا على طول يتحرك بيه حضرتك. الاونر مش محتاج يشوف في تغيرات في البول بتاع الحيوان مثلا، لو مع وجود تغيرات مثلا زي المشاكل الدم اللي بتبقى موجوده في الحيوان هنا الدم ده بالنسبه للاونر ده لا ده عامل خطر لازم يخلي باله منه او مؤشر خطر. برضو نفس القصه الاعراض العصبيه، وفي عندنا اسباب كتير للاعراض العصبيه او المشكله العصبيه في الكلاب والقطط، لكن طبعا عندنا على راسها مشكله السعار او مداء الكلب زي ما بيقولوا كده. فمجرد ان البيهيفير او سلوك الحيوان بدا يتغير وبدا يكون في عندي اعراض عصبيه لا ده مؤشر برضو خطر لصاحب الحاله. برضو من ضمن الحاجات اللي بنشوفها كتير قوي المشاكل التنفسيه، وخصوصا مع تغيرات الجو او دخولنا في موسم الشتاء، برضو من الحاجات اللي بنشوفها كتير قوي برضو في الحيوانات الصغيره وهو عباره عن الديستنشن في الابدومن او ان البطن بتاع الحيوان بتبدا تزيد في الحجم كده يكون فيها صوره من صور الاستسقاء. كل دي مشاكل مرضيه الاونر بيبدا يشوفها قدامه وهي بتكون محرك رئيسي للاونر ان هو يبدا يتجه للدكتور. ونرجع تاني للاسباب المرضيه المختلفه للمشاكل اللي احنا اتكلمنا فيها دي، منها هو كتير منها من اسباب بكتيريه زي البروسيلا مثلا، زي الكينل كاف، زي الليبتوس بايرا، في السالمونيلا، في منها الطفيليات زي طبعا التوكسوكارا والدبليجم، دي من ضمن الحاجات اللي بنشوفها بشكل كبير. طفيليات الدم زي البابيزا والارليخيا، الاشكال المختلفه للجرب برضو دي من ضمن الحاجات اللي ممكن نشوفها، التكس والفليز الاوراد والبراغيث برضو دي من ضمن المشاكل المرضيه اللي احنا ممكن نشوفها في الحيوان. الاسباب الفيروسيه مثلا طبعا زي السعار، زي الدستمبر او الحصبه بتاعه الكلاب،
زي البارفو بتاع الكلاب، زي الالتهاب الكبد الوبائي موجود فيه برضو في الكلاب، المشاكل المتعلقة بالقطط وبالأخص المشاكل التنفسية أو الريسبيراتوري ديزيز كومبلكس الموجودة في القطط، أو البارفو بتاع القطط أو البالكوبينيا اللي احنا بنسميها الاسم العلمي. في برضو بعض المشاكل الفطرية زي رينج وورم أو القوباء. في بعض المشاكل اللي بتبقى موجودة أكتر في الكلاب اللي احنا بنقول عليها النيزل أسبراجيلوزز أو الأسبراجيلا الأنفية، دي بتبقى أكتر في الكلاب وبالذات الجيرمان شيبرز نشوف مع بعض دلوقتي، وبتكون عاملة لي مشكلة زي مشاكل نزيف الأنف برضو، دي من ضمن المشاكل اللي احنا ممكن نشوفها في الحيوانات. فالنهاردة بنتكلم في أسباب كتير قوي، في منها ما هو فيروسي، في منها ما هو طفيلي، ومشاكل كتير قوي زي ما اتفقنا، وبيعمل لي مشاكل مثلا زي الإشتلال، زي الأعراض العصبية، زي مشاكل البول المحمر، زي مشاكل مثلا زي ما قلنا النزيف اللي بيبقى من الأنف الدم اللي بينزل من المناخير، أو بعض النيرفس مانيفستيشن زي الحيوان إن هو بيبدأ يحرك راسه نتيجة إن في عنده مشاكل في الود مثلا. في بعض الأمراض زي مثلا الرخية متعلق ببعض أو الورم أو السويلنج أو الإديمة اللي ممكن موجودة في بعض أجزاء الجسم، في منها ما هو متعلق بمشكلة الأبورشن مثلا زي توكسوبلازما. في الأسباب البكتيرية طبعا كتيرة برضو، في منها ما هو متعلق بالمشاكل التنفسية وغيرها من المشاكل دي، الطفيليات زي ما احنا قلنا. طيب خلونا ندي هنت كده عن بعض الامراض اللي لازم نكون فاهمينها وعارفينها حاطينها قدام عينينا في الكلاب والقطط. مثلا لو قلنا في الكلاب مثلا عندي الدستمبر او الحصبه، دي من ضمن المشاكل اللي موجوده في الكلاب والقطط، بتتنقل بشكل سريع جدا لان هي في بعض طرق النقل عن طريق النفس. فلو انا عندي مكان فيه مربي فيه اكتر من كلب برضو بيكون سهل قوي انتقال الحيوان المرض من حيوان للتاني. البروجنوزس بتاعه يعني هو سيفير بروجنوزس طبعا، والمورتاليتي ممكن توصل 50%، وممكن تبقى اقل من كده، ممكن تزيد عن كده، ده اعتمادا على خطه الفاكسينيشن. ده برضو جزء هيتكلم فيه دكتور هيثم معانا كمان شويه. انا خطه التحصين بتاعتي عامله ازاي برضو دي من النقط الهامه جدا. طبعا الاعراض بتاعه الديسمبر ده احنا عارفين بيكون في بعض الافرازات من العين وبعض الافرازات من الـ الانف، برضو في منها ما هو متعلق بالهايبركيروتوزيس اللي ممكن يبقى موجود عندي في الانف، في بعض الهايبركيروتوزيس موجود في الباك بتاع الحيوان. لذلك برضو من ضمن الاسماء المختلفه للمرض ده اللي احنا بنسميه الهارد باد ديزيز. لكن المشكله الرئيسيه في المرض ده وهو الاعراض العصبيه. لو انا وصلت ان يكون في عندي اعراض عصبيه في الحيوان، بتبقى طبعا بتبقى موجوده في اخر مرحله من المرض، ومشكلتها ان هي بشكل كبير جدا بتكون ايرفيرسبل او ما بترجعش للطبيعي تاني. او لو انا اتعاملت مع الحيوان في العلاج ما بقدرش ارجع الحيوان للطبيعي، بيفضل الاعراض العصبيه دي موجوده في الحيوان لاخر عمره. في الاخر برضو ممكن يوصل لمرحله النفوق في الحيوان. ده طبعا الاشكال المختلفه للاعراض في الحصبه زي ما قلنا، في افرازات انفيه زي ما حضراتكم شايفين كده، ممكن تبقى بعض الاحوال صديد، في ممكن يكون في الهايبركيروتوز او زياده حجم الجلد في المناطق دي. برضو من الحاجات المميزه في الحصبه بتاعت الكلاب هو اللي هو التغير اللي بيحصل في المينا، طبقه المينا بتاعت السنان، بيبدا يكون في بعض الاماكن اللي فيها كسور كده في المينا. برضو دي من ضمن الحاجات اللي اقدر اشخص بيها الحصبه. برضو من ضمن المشاكل اللي بنشوفها كتير قوي في الكلاب هي زي ما قلنا التهاب الكبد الوبائي الموجود في الكلاب، وده بيكون سببه الرئيسي اللي هو فيروس اسمه الادينو فيروس، خلاص، او فيروس الادينو. ده في منه انواع، في منه نوع واحد واثنين، اللي موجود وبيعمل المرض هو النوع الاولاني، لكن التحصينات كلها بتعتمد على وجود النوع الثاني في التحصين. نتيجه ان انا لو انا محاولات استخدام النوع الاولاني ده في بعض التحصينات ممكن يعمل لي اعراض جانبيه للتحصينات اللي بتحتوي على النوع الاولاني، لكن وجود النوع الثاني بيدي حمايه منعيه ضد النوعين مع بعض. النوع الثاني ده بيعمل لي مشكله ثانيه اللي هي مشكله الكينل كاف او المشكله التنفسيه اللي هنتكلم فيها مع بعض دلوقتي. برضو دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنشوفها. والهيباتايتس ده بيبقى اعراض الرئيسيه فيه هو متعلقه بالجهاز الهضمي، في منها ما هو متعلق بعمليه الترجيع، في منها بعض الحالات بيوصل لاسهال، والحال منها بيكون الحراره فيه عاليه جدا، بيوصل في بعض الاحيان ممكن يحصل فيه تغيرات في العين نفسها وياخد اللون اللي هو الازرق زي ما احنا شايفين كده، يبدا يتغير شكل العين بالمنظر ده. وده من ضمن الحاجات اللي ممكن بيبقى صعب شويه او احتماليه حدوث من المرض ان هو يبدا يحصل تغيرات في العين، ده مش هنشوفه كتير قوي في الكلام.
طيب تكمله للفيروس الادينو، النوع الثاني منه اللي احنا قلنا بيستخدم فيه التحصينات طبعا بشكل موديفايد لايف او شكل يعني مضاعف شويه، لكن في الطبيعي النوع الثاني ده من الفيروسات متعلق اكتر بالمشاكل التنفسيه، يعني متعلق اكتر بالمشاكل التنفسيه وما يبقاش لوحده في المشكله. ممكن يكون في بعض الفيروسات الاخرى زي البارا انفلونزا، زي الحصبه، زي الريو فيروس وبعض انواع الهربس فيروس، وبرده اشتراك بعض البكتيريا المختلفه الثانيه زي البورتيديلا. طبعا دي من ضمن البكتيريا الرئيسيه في الكلاب، دي شبه الباستريلا شويه بتاعه الحيوانات. في ممكن المايكوبلازما والكلاميديا برده، دي من ضمن البكتيريا اللي ممكن تعمل لي مشكله تنفسيه في الحيوانات. طيب البراء انفلونزا برضو دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى موجودة عندي. خلي بقى حضراتكم في بعض الأمراض دي في طبيعة المرض نفسه ما بيبقاش سيفير قوي، لكن المشكلة زي ما اتفقنا في الأول إن أنا ما بيجيليش مرض واحد. في بعض المسببات المرضية ممكن تبقى موجودة كنورمال فلورا زي البورتيديلا اللي احنا كلمنا عليها مثلا، ومع أي انخفاض أو أي مشكلة موجودة في المناعة بتاعت الحيوان بيبدأ الأمراض دي تبدأ تبقى تتحول للشكل السيفير. ممكن المورتاليتي توصل بشكل عالي زي ما بنشوف مع بعض دلوقتي في أبحاث اشتغلوا على الجزئية دي. برضه البرا انفلونزا أو الانفلونزا الموجودة دي برضو من ضمن المشاكل او الاسباب الرئيسيه في الكناين انفكشوس ريسبيراتوري ديزيز كومبلكس. في ممكن تبقى جايه بشكل سيمبل كده وخفيفه، اعراض مجرد خفيفه بس، اعراض رشح خفيف كده، وممكن يبقى فيه ارتفاع في درجه حراره بسيط والحيوان بيخف على طول. لكن المشكله ان هي بتبقى جايه ساعات بشكل كومبليكيتد مع مشاكل بكتيريه ثانويه، ده اللي بيخلي نسبه المرضيه هنا بتكون عاليه، والحيوان هنا بيكون الفيتاليتي بتاعته بشكل كبير جدا بدات تتاثر، ويبدا المجال الهوائيه فيه الحيوان بدات يحصل فيها مشاكل، والحيوان هنا بيبدا يبقى فيه اعراض تنفسيه شديده جدا. من بعض برضو المشاكل المرضية الهامة جدا في الكلاب مشكلة الليبتوسبايرا، ودي بنشوفها في أماكن كتيرة جدا، وطبعا ده مرتبط بشكل رئيسي في وجود الرودنت في المكان اللي بتربى فيه الحيوان، فبالتالي بنشوف المشكلة دي بشكل كبير جدا في المزارع اللي هي بتتعامل مع الحيوانات بشكل كبير، أو إذن حتى لو أنا عندي حيوان في البيت وببدأ أن أنا أعمل له ترويض في الشارع، ببدأ أريضه يبدأ يعمل اكسرسايز ويتحرك، ممكن برضو تعرض الكلب ده لبعض الفيكال ماتر او اليورين بتاع الرودنسي، دي برضو ممكن يبقى سورس الانفكشن. المشكله في الليبتوسبايرا برضو هي من ضمن الاسباب الرئيسيه اللي ممكن تعمل لي بول مدمم في الكلاب المصابه، ممكن تعمل برضو بعض الاصفرار على الاغشيه المخاطيه زي ما حضرتك شايفين كده في البق، ممكن الاقي العين مسفره بالمنظر ده. في بعض الحالات السفير ممكن الاقي الجسم كله بدا ياخد شكل الاصفرار ده، طبعا محتاج يكون الحاله سفير جدا نتيجه تاثر الكبد والكلى بتاع الحيوان بالانواع المختلفه للليبتوسبايرا. نيجي برضو لمشكله مهمه جدا وبنشوفها كثيره جدا في الكلاب على 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 مستوى العالم كله، وهي مشكله البارفو او المرض القاتل جدا، في منه النوع اللي هو بارفو 1 و2، لكن المتعلق اكثر بالكلاب هو بارفو 2 وبالانواع المختلفه بتاعته اللي هو 2 و A و B و C، ده الثلاث انواع المختلفه للبارفو 2. وبرده من ضمن الحاجات الحمد لله اللي هي بتساعدني شويه في عمليه التحصينات هي ان في عندي كروس بروتكشن او علاقه مناعيه ما بين الانواع المختلفه للبارفو. برده ده طبعا الابحاث اهو بتوضح ان في الثلاث انواع بيدوا مناعه مشتركه بينهم من بعض، وبالتالي استخدام التحصينات المختلفه اللي بتحتوي على نوع من الثلاثه بيديني كروس بروتكشن الاثنين، وبالذات النوع اللي هو بي، وده موجود فيه تحصينات كثيره. دي السلالات بتاعه الكلاب اللي احنا ممكن نلاقيها قدامنا. في حاجات بتبقى احتماليه حدوث البارفو فيها بيكون بشكل كبير قوي، زي مثلا الروت فايرل، زي الدوبرمان، زي البيتبول، زي الجيرمن شيبر، خلاص بعض البوردر كولي او الماكس بريدز ده بيكون حساسيتها لحدوث البارفو بتكون عاليه جدا، لكن في بعض البريدز الثانيه وبالذات التوي بريدز اللي هي التوي بودلز او الكوكر سبانيل دي بتكون السنسيتيفيتي او حساسيتها لحدوث مشكله البارفو بتكون قليل جدا. طبعا العرض الرئيسي في البارفو هو وجود البراز المدمم بشكل واضح جدا، بالاضافه الى الريحه
الفيري اوفنسيف او الريحه السيئه جدا، ريحه البراز المدمر ده بيكون من ضمن الاعراض المشخصه لعمليه البرفو او مشكله البرفو في الكلاب، نتيجه ان الفيروس ده بيبدا يعيش جوه الخلايا بتاعت الانتستين، وبالتالي بيبدا يعمل انفجار في الخلايا دي ويبدا يدمرها، وبيبدا ينزل الخلايا دي في البراز، هو ده اللي بيدي الريحه الفيري اوفنسيف في الاسهال. ده اللي كنت بكلم حضراتكم عليه، وجود بعض الامراض لوحدها ممكن يبقى مش بالحده الكبير قوي زي اختلاط بعض الامراض بعضها. مثلا لو بنتكلم في كورونا لوحدها او بتكلم في بارفو لوحده، لا ممكن يبقى المورتاليتي قليله، طبعا مش شرط توصل للزيرو، بس الدراسه دي اتعملت في كورونا يونيفرسيتي في امريكا في 2006، بس كان المورتاليتي ما سجلوش اي وفيات في الحالات دي، لكن ريكفري كان 100%. لكن مع وجود الميكس انفكشن او حصل خلط ما بين المسببات المرضيه المختلفه، لو بتكلم مثلا في كورونا وبتكلم في بارفو مع بعض، لا المورتاليتي هنا قربت ل 90%، وكانت نسبه ان الحيوان يخف تاني لا كانت نسبه حوالي 10%. في برضه هنا الموضوع بدا ياخد منحنى اخر، وبالتالي هنا التعامل مع بعض المشاكل زي الكورونا او زي البرا انفلونزا ما بقاش بتعامل مع مشكله او مرض لوحده، لكن بتعامل مع المشكله ككل، ممكن يكون عندي اكثر من مسبب مرضي في الحاله اللي قدامي. طيب السعار برضه ده من ضمن المشاكل الموجوده سواء في الكلاب او سواء في القطط، ودي اللي انا ببدا برضه من ضمن اساسيات التحصين زي ما اتكلم عنها استاذنا الدكتور هيثم كمان شويه. من ضمن اساسيات التحصين استخدام التحصينات ضد مشكله السعار او الريبز او الكلب ده، نتيجه ان هو ليه ابعاد متعلقه بالانسان، لان المرض ده من ضمن الامراض لو اتنقلت الانسان بيسبب موت للانسان، لان هو ما بيتعالجش ما بيلحقش عالجه او صار علاجه في الانسان، فبالتالي لازم نعمل كنترول للمرض ده في الحيوانات، وبالتالي اقلل المرض ده بشكل كبير جدا في الهيومن. لو دخلنا على المشاكل المرضيه المتعلقه بالطفيليات، لو بتكلم مثلا في حاجه زي مشكله القراض، انا طبعا اكيد حضراتكم اللي اتعامل مع حالات اكيد شاف من الاشكال دي كتير قوي، لكن انا عايز ابص مع حضراتكم بس على الصوره اللي فوق على اليمين دي لحضرتك، لك ان تتخيل دي الاحجام المختلفه للقراض. فممكن يوصل لو انا بتعامل بالمرحله دي او المرحله دي، انا ممكن ما اشوفش شكل القراض اصلا في الحاله، نتيجه برضو الشعر الغزير، او ممكن يبقى مستخبي جوه الودن، او موجود في منطقه حوالين فتحه الشرج او عند الانس كده. فالاحجام المختلفه دي ده بيبدا يتغير من شكل لاخر، ده بناء على البلاد ميل او وجبه الدم اللي بياخدها من الحيوان. تخيل حضرتك لو بنتكلم مثلا ان كل قراضه عشان خاطر تتغذى ويبدا يحصل لها يعني اللايف سايكل بتاعتها تتحرك، محتاجه من ملي ل 5 ملي دم، وبالتالي هنا وجود كميه كبيره من القراض ده على جسم الحيوان ممكن يؤدي بشكل، لو انا بتكلم في الاشكال الدم دي، ممكن يوصل لمرحله التشوك نتيجه فقد الدم القراض بيمتصوا من الحيوان، خلاف الامراض الثانيه اللي ممكن يعملها وجود القراض على الحيوان زي ما اتفقنا وجود الطفيليات دم في الحيوان. برضو البراغيث، ودي برضو ممكن مشكله نقابلها كتير قوي وبالذات في البيوت، يعني اكتر من القراض، القراض شويه بيبقى واضح وكبير فممكن تلاقي مشكله القراض مش كتير قوي، لكن مشكله البراغيث هي بتكون اكتر، الفليز بتكون اكتر معايا. فده مرتبط برضو ب ان 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 الكربون دايوكسيد تنشن في البيت بيكون عالي نتيجه النفس بتاع الناس اللي عايشه في البيت، كل ده بيبدا يعمل كونتراكشن او ريتراكشن للفليز على جسم الحيوان، ويبدا يبقى يزيد عندي كميه البراغيث على جسم الحيوان. المشكله في البراغيث حاجتين كبار جدا، اول مشكله حضراتكم شايفينها قدامكم دي نوع من انواع الالرجي او انواع الهايبرسنسيتيفيتي، احنا بنسميها الفلي الرجي درماتايتس او الاف في اي دي، ده برضو من ضمن المشاكل الخطيره. المشكله الثانيه هي ان الفلي يعتبر مصدر عدوى للكلاب والقطط بمشكله الدايبليديا والكراينم، دي بعض الديدان اللي ممكن تبقى موجوده جوه السمول انتستين بتاع الحيوان وتنزل في البراز بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، او الاونر ما هو ممكن ان هو بيعمل جرومنج الحيوان بتاعه بينظفه، او اثناء الفحص عند الدكتور في العياده وانا برفع الديل عشان اخد درجه الحراره ممكن الاقي بعض السيجمنتس او بعض الاجزاء من الديدان دي موجوده على منطقه البرينيوم بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه، او زي ما قلنا بتنزل في البراز بيبدا تتحرك كده، بتبقى واخده شكل شويه شكل الرز بسماتي او شكل اللي بنسميها اللب بتاع الخيار كده، ده لذلك ليها اسم ثاني اللي هو الكيوكمبر سيدز. خلاص ده من ضمن المشاكل اللي ممكن نشوفها كتير قوي. برضه من ضمن المشاكل المنتشره بشكل كبير جدا في الكلاب والقطط هي مشكله الاسكاريس او مشكله الديدان.
ودي مشكلتها كذا مشكله. اولا ليها ثلاث طرق للانتقال، عن طريق الاكل او شرب اللبن، خلاص يعني ممكن تنزل في اللبن البابي الصغير او الـ او الـ او الـ او الكيتن الصغير اللي بترضعه اثناء عمليه الرضاعه، او ايفن حتى لو انا بتكلم في بابي او كيتن وهو جوه الرحم، ممكن يعدي عن طريق البلاسينتا او يعدي عن طريق المشيمه ويبدا يحصل عدوى رحميه. يعني البابي او الكيتن بينزل من امه عنده العدوى بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده كده، بيبدا يكون في بوت بيلي او يكون في انتفاخ في البطن، او اللي احنا قلنا عليها صوره الاسترسا. او لو انا بتكلم في حيوان كبير شويه، ممكن الاقي البراز نازل مليان ديدان بالمنظر ده، طبعا بيكون بشكل كبير جدا مشخص للسبب المرض اللي قدامي. المشكله الثانيه في مشكله الديدان دي او الاسكارس، ان هي لما بتيجي مثلا مع مشاكل فيروسيه زي البارفو او زي الكورونا، بيكون نسبه النفوق ونسبه الامراضيه هنا عاليه في الامراض الفيروسيه دي، نتيجه ان انا ببدا ان انا يعني انشط حدوث الاسباب الفيروسيه. برضو الطفيليات الخارجيه او القراط سوري او الجرب، برضو دي من ضمن المشاكل اللي احنا ممكن نشوفها، وبالذات حاجه زي اللي هو الفوليكولار مينج او الديموديكس، ده برضو من ضمن المشاكل المرضيه اللي بنشوفها بشكل كبير. ده الاشكال المختلفه برضو للجرب، سواء على الجلد من بره او سواء حتى في الودن، اللي هو بعض الكلاب والقطط اللي هي بتعاني من مشاكل الودن، يبدا يبقى في حركه في الراس بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه مثلا، ممكن يبدا يحرك كده، او في بعض الاحوال وبالذات في القطط نتيجه السيفير ريتيشن، بيبدا ان هو الحيوان يبدا يهرش كده، ويبدا الحيوان لما يجي لك العياده تلاقي فيه بعض الجروح والدم الموجود على منطقه الودن. طفيليات الدم برضو وتعلقها بالقراط زي ما قلنا، لان القراط من ضمن المسببات اللي هي بتنقل لي طفيليات الدم بالانواع المختلفه. لو انا اتكلمت مثلا في نوع زي البابيزيا، فده متعلق ب طبعا بيجي لي في المرحله ان هو بيكون في صفرار في درجه الاغشيه المخاطيه، بيكون في بول مدمم في الحيوان. لو انا الحيوان ده مات، لو انا فتحت وبدات اشوف الاعضاء الداخليه، ممكن الاقي بعض الاعضاء الداخليه حصل فيها تضخم زي الطحال مثلا على سبيل المثال. لكن المرض كمرض لو انا شفته من بدايته، هلاقي درجات مختلفه للتغير في الاغشيه المخاطيه. لو انا بتكلم مثلا في بدايه المرض، فانا بيكون في عندي تغير في الاغشيه المخاطيه، بيكون الاول محتقن نتيجه ارتفاع درجه حراره الجسم، بعد كده بيبدا يخش في الصوره البيل او الصوره اللي فيها شكل انيميا نتيجه انفجار خلايا الدم الحمراء، وفي الاخر خالص بيبدا يكون في عندي بول مدمم بالاضافه للاصفرار الموجود في الاغشيه المخاطيه اللي موجوده في العين، موجوده في اي جزء من اجزاء الجسم. وده بيكون التشخيص بتاع المرض ده سهل جدا، عن طريق طبعا الاعراض، عن طريق وجود القراط في جسم الحيوان، او ان انا اخذ او فحص عمليات المساحات لعينات الدم، برضو دي بتكون مشخصه بشكل كبير جدا. القطط برضو ليها بعض الامراض اللي احنا بنشوفها كتيره جدا، وبالذات مع دخول موسم الشتاء. لو انا بتكلم مثلا في حاجه زي الرينو تراكيايتس الهيرفز، دي برضو متعلقه ب المشاكل في العين زي ما حضراتكم شايفين. لو انا بتكلم في الكاليسيا او الانفلونزا، ده بيكون متعلق ببعض التقرحات او بعض النكروزز اللي موجوده في منطقه الفم. برضو ممكن يتبعها بعض الاعراض التنفسيه والالتهابات الرئويه، برضو دي من ضمن المشاكل اللي احنا بنشوفها. البالكومينيا ده شبه البارفو بتاع الكلاب، لذلك حتى بيسموا البالكومينيا الفلاين بارفو او الفلاين ديستمبر، برضو نتيجه تعلقه بالإسهال والترجيع والإسهال المدمم، برضو ده من ضمن المشاكل الخطيرة. الكلاميديا والكلاميديا دي يعني أنا في مخيلتي دي برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا لازم ناخد بالنا منها وإحنا بنتعامل مع القطط، نتيجة إن هي ليها أبعاد، إن هي ممكن تعدي الإنسان أو صاحب الحالة نفسه أو اللي بيتعامل مع القطط. وإحنا عارفين برضو البيهيفير بتاع القطط غير البيهيفير بتاع الكلاب، وتلاقي معظم الأونر بتاع القطط القط في كلوز كونتاكت لازق فيه، ممكن يبقى بيكون بينام جنب على السرير. فبرضو انتقال الكلاميديا من القطط للهيومن برضو من ضمن الحاجات الخطيرة. مشكلة الفيب أو اللي هي برضو الاستسقاء اللي موجودة في القطط، وده نتيجة فيروس الكورونا،
برضه ده من ضمن الحاجات المهمه جدا، ومشكلته ان هو بيكون باد بروجنوزز فعلا. لما بتوصل عندي القطه بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه كده، بيكون بنسبه كبيره جدا تدخلي في الحالات دي بيكون صعب جدا. انا في الاخر بشكر حضراتكم وبعتذر لو في اطاله ولا حاجه، بس كنت بحاول بقدر الامكان يعني الم لحضراتكم معظم المشاكل المرضيه اللي احنا ممكن نقابلها في الكلاب والقطط. بشكر حضراتكم. شكرا شكرا دكتور سليمان على المحاضره الاكثر من رائعه دي. حضرتك فعلا يعني لا تقريبا جمعنا معظم امراض الكلاب والقطط اللي هي الكومن ديزيز. انا عارف ان كل مرض من دول كان محتاج محاضره ساعتين لوحده، انا عارف، ولكن ان شاء الله يعني ممكن في هيبقى عندنا وقت كبير للديسكشنز والكويتشنز والانسرز، بحيث ان احنا نقدر نجاوب على معظم اسئله الزملاء ان شاء الله. بشكر حضرتك مره تانية، واعتقد دلوقتي هيكون معانا استاذنا الغالي الدكتور هيثم فرغلي، استاذ الجراحه والتخدير والاشعه في كليه الطب البيطري جامعه القاهره. الدكتور هيثم هيكلمنا عن برامج التحصينات للحيوانات الاليفه والاحتياطات الواجبه عند الاستخدام. دكتور هيثم اليك الكلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا في البدايه بحب اتقدم بالشكر لوزاره البيئه والمياه والزراعه بالدوله الشقيقه دوله السعوديه، وللدكتور علي على الدعوه الكريمه ان انا اشارك معاكم في حدث جميل. طبعا هيتم فيه مشاركه المعلومات العلميه بيننا وبين زملائنا في طب الحيوانات الاليفه، اللي انا طبعا بتابع ان هو في السعوديه بينمو بشكل واضح، ودي حاجه كويسه جدا، ونتمنى ان شاء الله نشوف في المستقبل بشكل منتشر اكتر ان شاء الله. وبشكر طبعا اخويا وحبيبي الدكتور حسين، واخي وحبيبي طبعا الدكتور سليمان على الدعوه الكريمه. انا في الاول هبتدي بس بمناقشه كده انترودكشن خفيف عن فكره الطب كطب، علشان نخش بيها المدخل اللي ان شاء الله نتكلم فيه على التطعيمات والتحصينات في الكلاب. اصلا قصه الطب ابتدت ازاي؟ ابتدت في الديفينيشن بتاع وزاره بتاع منظمه الصحه العالميه، ان النورمال بيشنت، الشخص السليم او البيشنت السليم او الكائن السليم، اللي هو بيبقى نورمال استراكشر ونورمال فانكشن، يعني التركيب بتاعه تركيب سليم والوظائف اللي موجوده عنده وظائف سليمه، سواء بشكل عام او بشكل اعضاء في جسمه او سيستمز او بشكل اورجانز او بشكل تيشو. وفي تعريف تاني برضو منظمه الصحه العالميه برضو اللي عاملاه، ان هو الشخص السليم او البيشنت النورمال هو اللي موجود فيه نورمال فيزيكال كاركتر وكيميكال كاركتر وبيولوجيكال كاركتر وميكانيكال كاركتر، يعني هو لو كل الاشكال دي طبيعيه في الكاركتر اللي هي البيزك ساينس كلها اللي موجوده فيه طبيعية، فهو شخص طبيعي أو كائن طبيعي. من التعريف ده هم راحوا مطلعوا التعريف بتاع الديزيز بيشنت، البيشنت المريض، قالوا اللي هو فيه abnormal function أو abnormal structure أو الاثنين، يعني فيه وظيفة غلط أو تركيب غلط حصل في جسمه أو الاثنين، جزء في التركيب بتاعه حصل فيه خلل أو الوظيفة عنده حصل فيها خلل. وبرضو بالديفينيشن الثاني قالوا إن هو اللي بيبقى فيه abnormal physical او كيميكال او بيولوجيكال او ميكانيكال كاركتر، وبيضيف عليها في البني ادمين المينتال، ان هو يكون فيه ابنورمال مينتال كاركتر، وبرضه في الحيوانات موجود. الكلام ده لما اتاخد حطوه بقى في التدريس اللي احنا بندرسه في كليه الطب البيطري او في كليات الطب بصفه عامه، فراح قال طب الدكتور بقى عشان اطلعه دكتور يقدر يعرف الكلام ده لازم ادرس له ايه. ابتدوا بالنورمال، فراحوا مدرسين له في الاول، هنلاقي السنين الاكاديميه عندنا في الكليات في الاول احنا بندرس النورمال ستراكشر والنورمال فانكشن، وبندرس النورمال ستراكشر على في شكل العام بتاعه اللي هو شكل السيستمز وشكل الاورجانز في الاناتومي، والنورمال على مستوى الخلايا وعلى مستوى التشو في الهيستولوجي، وده البيز بتاع كل دكتور ان هو بيبقى عارف الشكل النورمال اللي هو لو شافه في بيشنت قدامه هيقول ده نورمال. وبعد كده ابتدى في الوظائف، راح ابتدينا ندرس في كليات البايوكيمستري والبايوفيزيكس والفسيولوجي، كل دي بتورينا النورمال فانكشن. كده بقى خلاص عندي البيز بتاع النورمال فانكشن والنورمال ستراكشر، اقدر احدد منهم البيشنت اللي قدامي نورمال. في السنين اللي هي البري كلينيك
اللي هي سنه ثالثه تقريبا في الكليات كلها، بيدرس فيها الكوزيتيف ايجنت اللي هيبتدي يعمل لي ديستربنس في الفانكشن او في الاستراكشر او في الكيميكال والفيزيكال والميكانيكال كاركتر. فبناخد فيها المايكروبيولوجي وبناخد فيها الفيرولوجي الباراسيتولوجي، كل المواد اللي بدرس فيها كوزيتيف ايجنت هيعمل لي مشكله تلخبط لي الكلام ده. وبعد كده ابتدى يدرس الامراض في السنين الاخيره، يدرس البطنه والجراحه والولاده والدواجن. كل الدراسات دي في الاخر بتطلعني بقى بعد ما انا عرفت النورمال والكوزيتيف ايجنت والوسائل التشخيصيه اللي تقدر توديني لحاجه زي كده، اعرف في الاخر الابنورماليتي. ده برضو بينقلني لايه الخطوه الثالثه عندي بعد ما انا عرفت النورمال وعرفت الابنورمال، ان انا ازاي هعمل تشخيص، يعني اشخص الحاله دي على ان حصل فيها ابنورماليتي ازاي. بنفس الفكر ان انا بعمل تشخيص للجزء بتاع الاستراكشر بتاع الحيوان، بفحص الاستراكشر بتاع الحيوان بشكل سيستميك، يعني بمشي خطوه خطوه كده واشوف كل الاستراكشر نورمال ولا لا، وبفحص الفانكشن بتاع الحيوان برضو بشكل سيستميك واطمن ان كل الفانكشن سليم. الكلام ده انا ممكن استخدمه في التعريف الثاني بشكل فيزيكال بشكل كيميكال بشكل بيولوجيكال بشكل ميكانيكال. يعني انا بفحص الحيوان بشكل فيزيكال اللي هو احنا بنسميه عندنا في الطب الفيزيكال اكزامينيشن، انا بشوف الفيزيكال كاركتر بتاعه البيشنت اللي قدامي دي سليمه ولا حصل فيها اي ابنورماليتي، ولازم اسجل عندي الابنورماليتي دي لان في الاخر هاخدها واعمل منها انتربريتيشن اوصل للديزيز اللي هو عمل لي المشكله دي. او ان انا افحص الكيميكال كاركتر بتاعه البيشنت، اشوف اي حاجه اي ابنورمال كيميكال رياكشن حصل او كيميكال برودكت حصل في الجسم يروح اشخص بيه ان كده لا حصل مشكله ودي معناها انه عنده المرض الفلاني. برضه نفس الكلام في البيولوجيكال، نفس الكلام في الميكانيكال. هنلاقي عشان كده وسائل التشخيصيه بتاعتي كلها بتعتمد على القصه دي، او بشكل تاني برضه انها بتعتمد على ان بتطلع لي استراكشر سليم ولا لا، زي ما بعمل اكس راي مثلا بعمل اشعه عشان اشوف الاستراكشر سليم ولا لا، او بعمل سونار عشان اشوف برضه الاستراكشر بتاع الليفر سليم ولا لا، فكده انا بشوف منه استراكشر. او ان انا بعمل لاب اكزامينيشن عشان اشوف الايه الفانكشن بتاعه، الليفر انزيمز شغاله يعني فيها الليفر فانكشن بتاعي شغال كويس ولا حصل فيه اي ابنورماليتي. برضه بالتبعيه بعد ما عرفنا ان هو قال لي نورمال وقال لي ابنورمال وقال لي وسائل التشخيصيه وكوزيتيف ايجنت، بنوصل في الاخر للتريتمنت. هنلاقي ان التريتمنت عندنا مشي في نفس الشكل، مشي ان انا بعمل التريتمنت بتاعي بعمل كوركشن للاستراكشر او كوركشن للفانكشن او كوركشن للاثنين. او بالتعريف الثاني ان انا بعالج فيزيكال او بعالج كيميكال او بعالج بيولوجيكال او بعالج ميكانيكال. لو انا بعالج فيزيكال يعني انا في ابنورماليتي في الفيزيكال كاركتر الموجوده في الحيوان، الفيفر مثلا ده ابنورمال فيزيكال كاركتر، الحراره عليت، البين اثناء الاكسرسايز مع الحركه ده ابنورمال فيزيكال كاركتر. كل حاجات الابنورمال في الفيزيكال لما حاجه اعالجها بايه؟ بفيزيكال تريتمنت اللي هو عملوا له برانش كبير وسموه الفيزو سيرابي، العلاج الطبيعي. عندنا طبعا في الحيوانات الاليفه في جزء كبير للعلاج الطبيعي، ابسط حاجه فيه الفومنتيشن، ابسط حاجه فيه الكمادات. وزي ما هو متطور جدا في الطب البشري، هو متطور في البيتس في البلاد المتقدمه كلها بيتعاملوا مع الجزء ده على انه جزء كبير في العلاج في الحيوانات الاليفه. وطبعا ده بيعمل لي كوركشن للفيزيكال كاركتر الموجوده في الحيوان لما بيحصل لها لخبطه. الجزء الثاني الكيميكال تريتمنت، ان انا هعالج كيميكالي اللي هو الميديسن اللي هو الطب، ان احنا بناخد بعد ما بخلص الميديسن ففي الاخر بطلع ميديسينال تريتمنت دراج، مستخلص كيميائي او تركيبه كيميائيه بديها للحيوان بتظبط الابنورمال رياكشن اللي حصل عنده في الجسم وبترجع لي الكيمياء بتاعته سليمه. البيولوجيكال تريتمنت ان انا بستخدم معاه حاجه بيولوجيه، وعلى فكره هو ده اقدم طرق العلاج. كانوا بيبتدوا بمستخلصات النباتات، مستخلص النبات ده من زمان او طب الاعشاب ده بيولوجيكال تريتمنت، ان انا بجيب العشب الفلاني او النبات الفلاني وبستخلص منه ماده كيميائيه بيولوجيه واديها للحيوان او اديها للبني ادم كانت بتعالج بشكل بيولوجي. اتطورت القصه دي مع التطعيمات اللي احنا هنتكلم عليها او الفاكسينز، الفاكسين دي جزء من التريتمنت البيولوجي او البروتكشن البيولوجي، والانتي سيرم طبعا. في الحاجات الحديثه بقى الخلايا الجذعيه الستيم سيل البليتلت ريتش بلازما الصفائح الدمويه الغنيه او البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه، كل دول بيولوجيكال تريتمنت، دول خطوات جديده في البيولوجيكال تريتمنت بتاعي. اخر طريقه في التريتمنت اللي هي جزء الميكانيكال، ان انا ادخل ميكانيكا زي ما انتم عارفين في الميكانيكا انا بتدخل بايدي بعمل كوركشن
للميكانيكا بتاعت الايه، سواء ستاتيك او دايناميك، الميكانيكا اثناء الحركه او الميكانيكا في الثبات، اللي هو جزء الجراحه اللي هو سيرجيكال تريتمنت. ففي الاخر وصلوا ان هو احنا في التريتمنت بتاعي هقسم الجراحه والبطنه وعلاج فيزيائي، والولاده احيانا بيحطوها مع جزء الجزء البطني فيها، او العلاج بالادويه بيحطوه مع البطنه وبيحطوه مع الجراحه لو في تدخل جراحي. الانترودكشن دي انا بس بقولها لكم علشان الواحد بيرتب بيها تفكيره وهو بيتعامل مع البيشنت اللي قدامي، ان انا وانا بفحص وبتعامل مع الحاله انا كل خطوه بعملها انا بطلع منها بكونكلوجن بيوصلني للتشخيص، زي ما الدكتور سليمان كان بيتكلم ان انا البازل اللي قدامي ده بتاع الحاله انا بقعد اجمعه مربع مربع لحد ما بكون اقرب شكل للصوره، فبقدر اقول منها اه ده عنده المرض الفلاني. وطبعا الفاينل دايجنوزس او الاكيوريت دايجنوزس لما بكمل الصوره كامله، فبيخش معايا كل وسائل التشخيص عشان اقرب الصوره لتشخيص المرض. احنا النهارده هنتكلم على جزء البروتوكول بتاع الفاكسينيشن في الحيوانات الاليفه. طبعا زي ما الدكتور سليمان في السلايد اللي جاي زي ما هو قال ان احنا في الكلينكس مش بنتعامل زي ما احنا في الكليات، احنا في الكليات بندرس الموضوع بالبيس بتاعه، انما في الكلينكس احنا بنتعامل مع بروبلم، مع كومبلين، مع شكوى لصاحب الحاله. صاحب الحاله جاي بيشتكي لي من ان الكلب بتاعه او القطه بتاعته بيرجع، بيسهل، سخن، ما بياكلش، مكتئب، بيتحرك اكتر من اللازم، عنده تشنجات، كلها عباره عن ايه؟ عن بروبلم، عن شكوى، عن كومبلين. فانا باخد العلم كله اللي انا درسته في الكليه بالعكس، مش ببتدي من البيس بتاعه لحد ما اوصل لفاينل دايجنوستس وتريتمنت، انا بجيبه من عرض موجود. وطبعا واحنا كنا بندرس في الكليه كنا نقعد نقول ايه، ان في حاجه اسمها باثوجنوميك ليجن او كاركترستيك ليجن او كاركترستيك سيمتوم. ده اللي انا بذاكر اي مرض بروح مطلع الاعراض الاثنين ثلاثه المهمين اللي هيدوني جايد على ان اكمل بقيه الفحص بتاعي في اتجاه المرض ده. دي اللي احنا فعلا بتقابلنا في الكلينكس. انا بيجي لي الحاله عنده ترجيع، طب الترجيع ده عرض ل 10,000 مرض مثلا، اغلب الامراض ممكن تعمل ترجيع. فبروح واخد معاه في الهيستوري وانا بساله على كم عرض تانيين عشان احطهم معاه واعرف اقرب هو انهو مرض من الامراض اللي انا هعمل منها ديفرنشال دايجنوستس. فدي حاجه من الحاجات المهمه. نيجي طبعا ده زي ما الدكتور سليمان اتكلم معاكم، احنا هنيجي بس في حته الفاكسينيشن في السلايد اللي بعده، واحنا بنتكلم على الكوزيتيف ايجنت اللي موجوده عندي في الحيوانات. هي ممكن زي ما الدكتور سليمان قال في تقسيمه اكبر شويه، ان احنا بنقسمهم انفكشوس ونون انفكشوس، يعني امراض بسبب بسبب عدوى وامراض بسبب غير عدوى. الامراض اللي غير عدوى بيخش جواها بقى التروماتيك اللي هي بسبب خبطه، ميتابوليك بسبب لخبطه في الميتابوليزم بتاع الجسم، اندوكراين اللي هو الحاجات زي الاندوكراين والانزيمز والكلام ده كله، ممكن تبقى نيوبلاستيك، حاجه باسباب اورام، كل دول اسباب بتعمل لي امراض في الحيوانات غير الامراض اللي فيها عدوى الانفكشوس. الامراض الانفكشوس زي ما الدكتور سليمان كان بيتكلم بنقسمها حسب الكوزيتيف ايجنت بتاعها، بكتيريال وفيرال وبارازيتيك وفانجل. احنا هنيجي عندنا في الفاكسينيشن، طبعا احنا الدايجنوزس انا كده كده بعمل دايجنوزس في الاخر بوصل لفاينل دايجنوزس واروح قايل المرض ده كذا. بيجي هنا الموقف بتاع المرض ده البروجنوزس بتاعه ايه من دراستي ومذاكرتي ولخبره الناس اللي قبلي في ان المرض ده بيخف او بيتاخر في الشفاء بتاعه او بيخف ويسيب كومبليكيشنز او نسبه الشفاء فيه قليله او المرض ده هوبليس، مرض مرعب جدا، فلو جه للحيوان اللي موجود قدامي نسبه الشفاء منه قليله جدا، اللي احنا بنقول ان هو بيبقى كونتيجوس ديزيز وفي هاي موربيديتي وهاي مورتالتي، يعني نسبه الاصابه بيه عاليه ونسبه الوفيات فيه عاليه. الامراض دي من التكرار في محاولات العلاج ما بيوصلوش العلاج فيها، فبيضطروا ان هو في الاخر يوصل لايه، لفكره انه يمنعه من الاول. طبعا ده احسن حاجه في الطب ان انا اعمل كنترول ونعمل بروتكشن من الاول خالص، امنع المرض يبقى انا الدكتور ناجح. انما انا ادور له على طرق علاج واقعد احاول ما بين طرق، انا كده فقدت الخطوه الاولانيه اللي انا ما عرفتش اعملها ان انا امنعه وبعد كده اتعامل معاه. فمن هنا طلعت فكره الفاكسينيشن، وهنلاقي ان كل الفاكسينز الموجوده سواء في البشري او في البيطري في البيتس او في الرومننت او في كل الحيوانات اللي بتتعامل معاها، هي بتتعامل مع مرض الموربيديتي بتاعته عاليه والمورتاليتي بتاعته عاليه والبروجنوزيس بتاعه فيري باد بروجنوزيس. بنضيف عليها كمان لو ليه زونوتيك امباكت، او ان هو المرض ده مرض مشترك مع البني ادمين فانا بخاف منه قوي،
يعني زي الريبز مثلا، الريبز الموربيديتي بتاعته قليله، المورتاليتي بتاعته عاليه، بس الزونوتيك امباكت بتاعه مخيف، فعشان كده ده لازم يتعمل له فاكسينيشن. من هنا طلعوا فكره الفاكسين. السلايد اللي بعده هو بقى، وهو بيتعامل في الفاكسين، هو بيتعامل مع انه سيستم موجود في الجسم، هو بيتعامل مع الاميون سيستم، الجهاز المناعي اللي موجود في الجسم. الجهاز المناعي ده من اصعب الاجهزه في الدراسه وفي التعامل معاه في الكلينيكال كيسز او في الطب بصفه عامه. هو مشكلته ان هو سيستم زي اي سيستم، كل سيستم موجود في الجسم زي ما اتفقنا ليه ستراكشر وليه فانكشن. فالاميون سيستم ده سيستم زيه زي الدايجستيف سيستم كده، زي الريسبيراتوري سيستم، زي اليورينري سيستم، ليه ستراكشر، والستراكشر بتاعه ده عباره عن مجموعه من الاورجانز. الاورجانز دي كلها بتوظف، بتعمل وظيفه معينه، فبتطلع الفانكشن اللي هو الاند برودكت بتاع السيستم بتاعه. مشكله الاميون سيستم ان الاورجانز بتاعته مختلفه يعني، ومنتشره في الجسم، مش متجمعه في حته واحده زي الدايجستيف تراكت كده، او زي اليورينري تراكت او الريسبيراتوري تراكت، هي موجوده في كل حته في الجسم. فعشان كده اثناء فحص الاميون سيستم فيزيكالي كده، وانا بحاول افحص الاورجانز بتاعته، بضطر ان انا افحص الجسم كله عشان اقدر اشوف الشكل المناعي كاستراكشر عامل ازاي. في الفانكشن بتاعه كل استراكشر من الجزء من بتوعه ليه جزء من الفانكشن، وفي الاخر الفانكشن الاساسي بتاع الجهاز المناعي حاجه اسمها ريكوجنيشن، دوره في الجسم ان هو يعمل ريكوجنيشن، يعني يعمل تعرف. الجهاز المناعي ده طول ما هو ماشي عمال يمشي في الجسم، عمال يتعرف على الاستراكشرز الموجوده قدامه، ويشوفها دي حاجات طبيعيه فيعدي من جنبها وخلاص مفيش مشكله، او انه يتعرف عليها ان دي فورين بودي او ابنورمال استراكشر موجود، حاجه غريبه موجوده، فيبتدي يعمل الارم للسيستم، ويبتدي يعمل اتراكشن بقى للخلايا ويعمل برودكشن للانتيبوديز، ويبتدي يعمل الفانكشن بتاعه. بس اول خطوه فيها هي الريكوجنيشن، التعرف. هنيجي عندنا لما نيجي نتكلم على التعامل بتاع الاميون سيستم مع الانفكشوس ديزيزز، مع مرض عدوى دخلت في الجسم. اول حاجه اللي ربنا منحنا في الجسم بتاعنا وفي الحيوانات انه في بارير موجود، او في بروتكشن وفيزيكال بروتكشن. الاستراكشر اصلا بتاع الحيوان وبتاع البني ادم بيعمل له بروتكشن. من اشهر حاجه طبعا في الفيزيكال باريرز اللي موجوده السكن. السكن ده عامل بروتكشن للفيتال اورجنز والانترنال اورجنز كله، الميوكس ممبرين، المايكرو اورجانيزم اللي عايشه نورمال انهابيتنت في اي تراكت موجود في الجسم، في اليورينري تراكت، في الدايجستيف سيستم، في الريسبيراتوري، هي موجوده وعامله ميديا بتعمل بروتكشن اجينست الباثوجينيك مايكرو اورجانيزم. كل دول فيزيكال باريرز. تمام. الدموع طبعا، التيرز، السويتس، بس طبعا انتوا عارفين ان الكلاب والقطط ما بيعرقوش، فده عامل لهم ديفكت شويه في الاميونيتي عننا، يعني اللي بيشتغل في الكلاب والقطط هيلاقي ان في امراض كتير بتجيلهم بسبب ان هم ما بيعرقوش، عندهم ديفكت في الاميونيتي في حته كده في الفيزيكال ايه باريرز الموجوده عندهم. تاني جزء في الـ في الـ في الجهاز المناعي بيتعامل مع الامراض المعديه هو جزء النيت اميونيتي، اللي هو الحيوان بطبيعته عنده النيت اميونيتي دي، واخدها ماتيرنال اميونيتي، واخدها من امه، او سواء اثناء الانترايوتراين لايف وهو جوه بطن مامته وبيعدي ترانس بلاسيندا، او بياخدها مع الكولوستري. والانيت اميونيتي دي بتبقى نون سبيسيفيك اميونيتي، بتبقى موجوده في الجسم بتدافع بشكل غير متخصص، يعني ملهاش دعوه بمين المايكرو اورجانيزم او الباثوجين اللي موجود، من غير ما تعرفه هي بتتعامل معه وخلاص، سواء بشكل فاجوسايتوزيس بتاكله او بتعمل كيلينج لي، او انها في شكل كومبلمنت، في شكل سايتوكاينز اللي هي كيميكال ميدياتورز زي الهيستامين والسيرتونين والبريديكاينين، كل دول بيتعاملوا بيعملوا هايدريميا، بيعملوا رياكشن موجود في الجسم عشان يعملوا نون سبيسيفيك اميونيتي. والجزء المهم عندنا هو الاكوايرد اميونيتي. النيت اميونيتي والفيزيكال بارير هي موجوده في كل الاماكن في كل الحيوانات تقريبا شبه بعضيها، انما الاكوايرد اميونيتي هي حسب الانفايرومنت اللي عايش فيها الحيوان. يعني هنلاقي ان النيت اميونيتي بتاعت الكلب اللي عايش في مصر شبه النيت اميونيتي بتاعت الكلب اللي عايش في السعوديه، بس الاكوايرد هيبقى فيها اختلاف حسب هو بيتعرض لامراض عامله ازاي، لان دي بتبقى سبيسيفيك اميونيتي. ودي بتبقى فيها جزئين، فيها جزء سيلولار اميونيتي او سيل ميديتد اميونيتي، وفيه هيومرال اميونيتي. سيل ميديتد يعني خلايا الجسم المناعيه هي اللي بتتعامل مع الباثوجين الفلاني.
والجزء الثاني الهيومرال ده هو الاجسام المناعيه. الاجسام المناعيه المتخصصه بتتعامل مع الفيروس او البكتيريا او الفطريات الاسم الفلاني، هي بتاعته متخصصه. هنلاقي ان احنا عندنا زي ما الدكتور سليمان كان بيقول كده في الكوزيتيف ايجنت في بكتيريا وفيروس وبارازيتك، هنلاقي ان هما البكتيريا كل ما يزيد حجم الباثوجين كل ما الانتيجينيك استراكشر بتاعه يعني عدد البروتين اللي فيه كتير جدا، فنلاقي الاميون رياكشن ليه عالي جدا، وكل ما يقل حجمه زي الفيروس، الفيروس حجمه صغير جدا فكميه البروتين فيه قليله، فعشان كده لما بيجي يعمل اميون رياكشن بيعمل اميون رياكشن قليل، فعشان كده هو في الباثوجينيستي بتاعته اقوى لان الاميون سيستم بيتعامل معاه بشكل اقل شويه. يعني لو جزء بارازايت دخل في السيركوليشن الاميون رياكشن ضده بيبقى عالي قوي، انما الفيروس الاميون رياكشن ضده بيبقى ضعيف. فده برضو بيدخلنا تاني في الجزء العلاجي ليه، ان انا اتعامل معاه بشكل ايه، فاكسينيشن، بشكل مناعي، انا اللي بحس الجهاز المناعي. طبعا في السلايد اللي بعده احنا هنشوف كده شكل التوزيع بتاع النت اميونيتي والاكوايرد اميونيتي. طبعا المنطق ان النت اميونيتي بيدافع عن الحيوان في انه فتره في حياته، هي الفتره الاولى اللي هو لسه مولود ولسه ما تعرضش لباثوجينز كتيره، فبيعتمد في المناعه على المناعه اللي هو واخدها من الام اللي هي طبعا بتاثره بالانفايرومنت اللي هي عايشه فيها. والنت اميونيتي دي لها وقت بياخد في حدود، هي طبعا بيتاخد في فتره الكولسترم اللي هم اول 3 ايام واول ساعات، هو اكتر وقت هو بياخد فيه كميه انتي بوديز بتنزل في الكولسترم وبتعدي من الدايجستيف سيستم وبتخش السيركوليشن، بتدي له مناعه ضد لمده ايام وبعد كده تبتدي تقل. مع الوقت بقى وتعرض الحيوان للباثوجينز المختلفه الموجوده في الانفايرومنت يبتدي يعمل هو الاكوايرد اميونيتي بتاعته. ده اللي خلى الناس فكرت في ان انا ادي فاكسين، ان انا بدل ما هو هيتعرض للفيروس يروح شاك يطلع له بشكل باثوجينيك، انا هروح اعمل ازاي، مديله المايكرو اورجانيزم ده في شكل بروتين، البروتين بتاعه الانتيجين بتاعه، فالجسم يتعرف عليه، فيبتدي من التعرف زي ما احنا شايفين في السلايد كده الجسم بيتعرف بكذا طريقه. اول طريقه فيهم هي الخلايا اللي بتعمل فاجوسيتوزيس وتكسره وتروح عامله له برزنتيشن على السيرفيس بتاعها، فبتطلع الانتيجين بتاعته تفتفتها وتحطها على السيرفيس، يبتدي الخلايا بقى الليمفوسايت تبتدي تتعرف عليها وتبتدي تعمل له شكل معين كده وتعمل بلازما سيل، حاجه اسمها بلازما سيل، خليه اسمها بلازما، تطلع له اجسام مضاده كده. هي تعرفت على ده، ولو جه هنا تاني احنا هنموته. هي بتتعامل زيها زي الديفنس، زي ما احنا بنتعامل مع المجرمين وبنتعامل مع في الحروب، ان انا ببقى ايه الاول بتعرف على عدوي وبعد ما اتعرف عليه ابتدي احضر له عشان لو جه هنا تاني اتعامل معاه. فاحنا في الفاكسينيشن بنعمل القصه دي، بدي للجسم البروتين بتاع الفيروس في شكل نون باثوجينيك، ان انا يا بموته يا بعمل له ان اكتيفيشن يا بعمله موديفيكيشن، في الاخر ان هو ما بيبقاش باثوجينيك عشان ما يخشش يعمل لي مرض، بس الجسم يروح داخل متعرف عليه يبتدي يكون له اجسام مناعيه، وبعد كده لو دخل تاني في شكل باثوجينيك الجسم محضر له اجسام مناعيه تتعامل معاه. طبعا لو انا عملت القصه دي بالفاكسين مره واحده الجسم هيروح عامل ازاي، مطلع له اجسام مناعيه، ده بروتين، دي اميونوجلوبولين، دي جلوبولينز، بروتين ليها لايف تايم، يعني مش بتفضل عايشه في الجسم طول الوقت، مش اول ما بيطلع اجسام مضاده في الجسم بتفضل موجوده على طول، هي بيحصل لها برودكشن في فتره وبعد شويه بتبتدي تتحلل وتختفي من الدم. لازم اعمل له دوز تانية من الفيروس تاني، افكر الجهاز المناعي تاني، فالبلازما سيلز دي تطلع بمعدل اعلى ويطلع اجسام مضاده اكتر لحد ما يحصل عدد كتير منهم بيسميهم ميموري سيلز، خلايا مناعيه بذاكره، ذات ذاكره، تفضل طول الوقت فاكره، ففي اي لحظه يخش الفيروس هي هتقدر تعمل تتر من الاجسام المناعيه بمعدل عالي جدا، تقدر تعمل ايه، تموت الفيروس اللي داخل الجسم. ده الفكره بتاعه الفاكسين. هنيجي في الجزء بتاع الحيوانات عندنا لما بينزل عنده ماتيرنال اميونيتي، بعد شويه معدل الماتيرنال اميونيتي ده بيقل، وبعد شويه انا بروح مديله الفاكسين. معدل الماتيرنال اميونيتي معناه ان الاجسام المناعيه اللي موجوده في الدم بتاعته عماله تقل تدريجي لحد ما بتوصل لليفل ما بيعملش بروتكشن، هي بتبقى عاليه قوي اعلى من معدل البروتكشن، بس مع الوقت عماله تقل 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 لحد ما توصل انه ما بيبقاش فيها بروتكشن. انا لازم قبل ما اوصل لليفل ده انا بخش بالايه، بالفاكسين بتاعي، لازم هنا اخش بفاكسين يقدر يعمل لي يرجع لي الليفل تاني في البروتكشن.
الجاب ده اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو اسمه ايه ويندو اوف سستبيليتي، الوقت اللي الحيوان هيجيله فيه فيروس، وارد انه يجيله هو في فتره اول ما اتولد عنده مناعه من واخدها من الام مش هيجيله الفيروس، وبعد شويه المناعه دي هتقل وانا ينفع اخش بالفاكسين. عشان اقفل الجاب دي الاميونيتي جاب محتاج ان ادي الفاكسين في وقت اللي هو ينفع ادي فيه فاكسين يكون الاميون سيستم يقدر يدي الريسبونس وتكون الاجسام المناعيه الليفل بتاعها اقل، ولان لو انا اديتها في الاول هتعمل لي نيوتراليزيشن للاجسام المناعيه دي. يعني لو اديته الفيروس حتى لو هو موديفايد في الوقت اللي فيه اجسام مناعيه موجوده في الجسم، الاجسام المناعيه دي هتفتكره فيروس، هتفتكره انفكشن، هتروح ماسكه فيه، وبعد كده يحصل نيوتراليزيشن الاقي لو جه فيروس حقيقي مش هيلاقي اجسام مناعيه. فانا محتاج ان انا اديها بعد وقت شويه اللي احنا هنا بنتكلم عليه اللي هو تقريبا عنده عمر شهرين، ده السن اللي ينفع ادي فيه فاكسينيشن. المشكله انه عبال ما الفاكسين الجسم بيدي الرد فعل المناعي في فتره زمنيه عندي الحيوان عنده تتر قليل من الانتي بودي والفاكسين بتاعي لسه ما اشتغلش، هو ده الجاب ده الموجود، ده الوقت اللي ممكن يحصل فيه انفكشن. يعني ممكن يحصل فيه انفكشن مع اني مدي له فاكسين بس الفاكسين بتاعي لسه ما اشتغلش، ما خدش الوقت بتاعه الايه الكافي. حلها طبعا مع العلوم كده الحديثه ومع التطوير في الفكر ان احنا ابتدوا الشركات تطلع موديفايد فاكسينيشن او موديفايد فيروس يكون ليه تتر عالي في التتر بتاعه في الفاكسين اللي انا بديه، ويكون ليه حاجه اسمها هاي باساج يعني بيقدر يعدي بسرعه فيقدر يدي الاميون رياكشن بتاعه في وقت ايه قليل، فبقى حاجه اسمها ايه هاي تتر هاي باساج عشان يقدر يعدي بسرعه ويقلل لي الجاب دي على قد ما نقدر، فتبقى عدد ايام قليله بدل ما تبقى الفتره دي طويله ممكن توصل لحد اسبوع او اكتر اللي ممكن الحيوان يحصل له فيه. فده برضو تطور في 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 الفاكسينيشن ان انا اقدر اقلل الجاب دي على قد ايه ما اقدر. هنيجي للحته ده برضو نفس الشرح بتاع ان انا لو استخدمت فاكسين بياخد وقت طويل عشان يقدر يطلع لي التتر فزود لي الجاب فبيزود لي الفتره اللي فيها سستبيليتي ان الحيوان يقدر يجي له فيه ممكن يجي له فيه فايرال انفكشن. الكلام ده خصوصا احنا بنتكلم على الفيروسات القاتله اللي هي مرعبه زي البارفو وزي الديستمبر، الحاجات دي مهم جدا ان انا اقلل فتره الريسك اللي موجوده في حياه الجرو عشان ما يجيلوش، لانه لو جاله نسبه الوفيات فيه عاليه جدا. السلايد اللي بعده زي ما احنا اتكلمنا كده برضو ده بنعيد الكلام بسرعه كده ان هو ايه الاميونيتي زي ما اتفقنا النيت واكوايرد، والاكوايرد دي بتعتمد على السيل ميديتد وعلى الهيومورال اميونيتي. والماتيرنال اميونيتي السلايد اللي بعده احنا هنتكلم على الماتيرنال اميونيتي او الباسيف اميونيتي اللي هي جايه من الام. طبعا نقطه مهمه قوي 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 عندي ان الباسيف اميونيتي اصلا معتمده كلها على الكولوستروم، يعني مش معتمده على الانترا اوتراين دي او الهو هو فيتس. الكميه اللي بتعدي من البلاسينتا كميه صغيره جدا لا تتعدى 10% من المناعه، وبتوصل لحد من 80-90% اجسام مناعيه بتنزل في الكولوستروم. معناها ان الرضاعه طبعا زي ما احنا عارفين الرضاعه الطبيعيه دي مهمه جدا، والفتره الاولانيه بتاعت الكولوستروم مهمه، بتنقلني الحته الثانيه ان الام لازم تبقى فاكسينيتد، لان الام لو مش فاكسينيتد بالشكل الروتين بتاعها السنوي بتاعها مش هتديني اصلا الاجسام المناعيه دي حتى لو انا عاوزها توصل ل 90%. فهنيجي نتكلم بشكل بقى مهم دلوقتي على ايه الفاكسينز المهمه اللي احنا بنتكلم عليها في الكلاب والقطط. وزي ما اتفقنا هي خلاص هي مهمه لان ده المرض لو جه للكلب او للقطه الجرو الصغير او للكتن الصغيره هو فيتل، هو هيموت بنسبه كبيره، غير ان هو حتى لو ما موتش هيستهلك مني كميه دراجز ومجهود ومصاريف كتير جدا ليا كدكتور ولصاحب الحاله، وبرده بعد ما بيخف الحيوان بيفضل منه كومبليكيشن موجوده جوه الحيوان طول عمره مأثر على الجهاز المناعي بتاعه او على الدايجستيف سيستم او الريسبيراتوري سيستم بتاعه. فعشان كده احنا بنقول ان قصه ان الفاكسين ده مهم جدا للباوس. نيجي طبعا لقصه البروجرام ده، طبعا مش حاجه محليه دي حاجه عالميه، العالم كله بيتكلم على البروجرام بتاع الفاكسينيشن في الدوكس والكات. طبعا الوسافه من اشهر الاماكن المرجعيه اللي بتتكلم على قصه الفاكسينيشن في الكلاب والقطط، وراحوا حاطين الامراض اللي احنا زي ما احنا اتفقنا عليها كده اللي هي كونتيجيوس هاي موربيديتي وهاي مورتاليتي، وراحوا مسمينهم الكور فاكسينز او الكور ديزيز اللي هي الامراض اللي لما بتيجي بنسبه الوفيات منها عاليه نسبه الاصابه منها عاليه، وكمان طبعا لو هي ليها زونوتيك امباكت عالي زي الريبس كده. الكلام ده البيز لاين بتاعي في التطعيم بتاعي ان انا على الاقل اطعم ضد دول. نيجي بقى لكل منطقه في كمان امراض زياده على الكور فاكسين اللي هم النان كور
بس هم برضو زي ما كان الدكتور سليمان بيقول كده، لوحدهم ممكن ما يكونوش قاتلين، يعني يكون فيهم هاي موربيديتي بس مش هاي مورتاليتي، بس لو وجودهم مع مرض من اللي فيه هاي مورتاليتي الاثنين مع بعض المورتاليتي بتوصل ل 100%. يعني البارفو مثلا لوحده مورتاليتي بتاعته بتوصل ل 80%، ممكن توصل ل 100%. لو حطيت معاه كورونا هو خلاص هو 100%. يعني والميكسد انفكشن ده طبعا بيحصل كل ما يبقى عندي مفيش فاكسينيشن اصلا للحيوان، فوارد ان بقى كل الفيروسز اللي موجوده في الجو هتجيله، وخصوصا لو الحيوان مناعيا هو ضعيف. فعشان كده احنا النانكور فاكسينز دول او النانكور ديزيزز زي الليبتوسبايرا طبعا دي ليها زونوتيك امباكت عالي جدا ومنتشره في الدول اللي فيها فران كتيره طبعا، وطبعا الكلاب بتجيلها. هو الموربيديتي منها مش يعني متوسطه، مش عاليه ومش منخفضه، والمورتاليتي بتاعتها برضو مش عاليه ومش منخفضه، بس الكومبليكيشن اللي بتحصل معاها ممكن توصل للموربيديتي او تعمل امراض مزمنه، والزونوتيك امباكت بتاعها عالي جدا لانها بتتنقل للبني ادمين. والكورونا طبعا الموربيديتي بتاعته مش عاليه، الموربيديتي عاليه، المورتاليتي مش عاليه، بس لو حصل مع سكندري بكتيريال انفكشن، حصل مع توكسوكارا كينيس، بيزود المورتاليتي. البرا انفلونزا طبعا والبورتديلا اللي هم بتوع الكين الكف، الموربيديتي منهم عاليه، يعني نسبه الاصابه منهم عاليه، المورتاليتي منهم مش عاليه، بس لو جم مع مرض تاني او مع سكندري بكتيريال انفكشن ممكن طبعا النسبه بتاعه الوفيات بتاعتهم تعلى. في القطط طبعا البانليكوبينيا ده كور فاكسين او كور ديزيز عندهم، طبعا الرينوتراكيتس والكاليسي فيروس والريبس دول كور فاكسين، دول لازم يبقوا موجودين على الاقل يبقى عندي الفاكسين فيهم. ده الجزء الثاني منهم النون كور ديزيزز زي اللوكيميا الفلان لوكيميا والانفكشس بروتونايتس، دي نسبه الحدوث منها عاليه مش قليله الانفكشس بروتونايتس، والبورتوديلا والكلاميديا. وطبعا زي ما الدكتور سليمان كان بيتكلم على الكلاميديا ليها زونوتيك امباكت برضو مهم، وخصوصا انها ممكن تتنقل، هي بتيجي في العين والاطفال الصغيرين وهم بيربوا القطط بيبقى على طول حاطط نفسه في نفسها ونايم جنبه، فطبعا ليها زونوتيك امباكت برضو يخوف. ان جنرال برضو تاني عشان نتكلم على الحته بتاعت الكور والنان كور، ان انا ده بيز لاين بتاعي وكل ما زود عليه كل ما يبقى افضل ليه، ان انا كده بعمل بروتكشن للحيوان بتاعي بدل ما بعمل لمرض او لاثنين او اربعه انا بعمل لخمسه، او في الكلاب بعمل لثمانيه، كل ما زود كل ما انا قللت الريسك من الانفكشن. نيجي عن اشهر الفاكسينز اللي احنا ممكن نديها، في طبعا زي الفانجارد ده اللي هو السوماني، ده فيه 8 امراض فيهم الكانين ديستمبر، البارفو، الادينو، طبعا الدوز بتاعتنا، وطبعا الليبتوسبايرا والكورونا. انا طبعا لازم زي ما احنا اتفقنا في الاول لازم اعمل انيشيال دوز وبعد كده اروح امدي الايه البوستر بتاعتي. طبعا دوز واحده زي ما احنا اتفقنا في الاول هي هتطلع لي تتر من الانتيبوديز، وبعد شويه الليفل هيقل، وبعد كده لا مش هيحصل عندي ميموري سيلز، مفيش ميموري سيلز، لو جه فيروس بعد كده هيلاقي تتر قليل ومفيش ميموري سيلز هتطلع. لازم ادي بوستر بعد 3 اسابيع، يعني ببتدي عند شهرين وبعد 3 اسابيع ادي جرعه كمان، كده انا زودت التتر بتاع الانتيبوديز في الجسم وخليت فيه ميمورو سيلز موجودة. الفيروس لو دخل الجسم في أي وقت هيلاقي فيه ميمورو سيلز هتطلع تتر كافي من الأنتيبوديز. التطعيم الثاني اللي ممكن نديه اللي هو الأجينست الريبز زي الديفنسور، وده ببتدي عند عمر 6 شهور، وده كيلد فاكسين الأولاني، ده موديفايد فيروس فاكسين، وإنما الثاني الديفنسور ده كيلد فيروس اللي هو الريبز، وبديه عند عمر 6 شهور وبديله بريوديكال كل سنة. في القطط السلايد اللي بعده، ان احنا الفلوسيل ده اللي هو للقطط الرباعي، ده ببدا الدوز بتاعتي الاولانيه عند عمر 2 شهر والبوستر بعد 3 اسابيع. طبعا على الاقل ادي جرعه انيشيال وادي جرعه بوستر، ويفضل ان انا ادي جرعه بوستر تاني، والكلام ده بيعتمد على الاريا اللي انا بتعامل فيها مع الحيوانات بتاعتي، ان كان الامراض دي انديميك فيها يعني موجوده بانتشار زي البارفو مثلا. احنا هنا في مصر عندنا في اماكن مشهور جدا ان البارفو ده اغلب الجراوي اللي موجوده بتجيلها، فيفضل على يعني ادي جرعه الاولانيه وادي البوستر، ويفضل ادي بوستر واحده كمان بعديها ب3 اسابيع. الديفنسور برضو في القطط لازم اديه، انتوا عارفين طبعا ان الريبس بيجي في كل الهوت بلادد انيمال، فالكلاب والقطط وارد ان يجيلهم
الريبس. الريبس في القطه طبعا من الحاجات المخيفه شويه، لان الكلينيكال ساينس بتاعته مش زي الكلاب. الكلاب بتيجي بالاجريسيف فورم، فاحنا ايه بنبقى عارفينه، فالناس بتخاف منه. في القطط في الدان فورم منها، بتيجي القطه بيجي لها اكتئاب وتستخبى، فالناس ما بتبقاش مشخصاها قوي على انها ريبس. فعشان كده برضو الفاكسينيشن بتاعها مهم. في مهارات، شويه مهارات كده معايا وانا بدي الفاكسين، هنقول بقى الكلام بسرعه كده، اللي هي ايه. وانا بدي الفاكسين بتاعي طبعا، انا بدي الروت ادمنستريشن بتاعي لازم اديها سبكوتينيوس. ممكن اديها انترا ماسكول طبعا، بس هو الافضل سبكوتينيوس، ما اديش بقى انترا فينوس، ما اديش انترا بورتونيال. ده دي سكيلز، مهارات اساسيه في الفاكسينيشن. طبعا انا وانا بتعامل مع اي فاكسين، انا ما ينفعش ما امشيش مع البروتوكول المكتوب لي في الجايد لاينز بتاعه الشركه اللي منتجه لي. هم كاتب لي ان هو بيتحفظ في درجه حراره كذا، لو انا عملت اي حاجه غير كده طبعا هيبوظ لي الفاكسين. كل الفاكسينز لازم تتحفظ في تلاجة، في ريفريجريتور، لان درجه الحراره بتاعتنا اللي بنتعامل فيها من 2 ل 6، يعني الافرج بتاعنا 4 اللي هو درجه حراره التلاجة. ما ينفعش تحط في فريزر. احافظ على قد ما اقدر ان انا استعملها زي ما هم مكتوب في الـ في الـ في الـ في المانيوال بتاعها. استخدمها طبعا بالسرنجة سترايل، وكل فاكسين بديه اديه في السرنجة ليه هو خاصه. ما اعملش ميكس ما بين 2 فاكسين في سرنجه واحده، الا لو هو البروتوكول بتاعه موجود كده، زي السوماني مثلا، هو ان احنا نحط كورونا على السبعه التانيين فيبقوا سوماني. انما ما ينفعش احط ريبز على سوماني، او ما دام مش موجود في البروتوكول بتاعه الكلام ده انا ما اعملوش. طبعا من ضمن الحاجات المهمه قوي، ان انا ما يفضلش ان انا استخدم انتيسيبتيك سوليوشن في مكان الفاكسينيشن، لانه ممكن يبقى له يموت لي شويه او يبوظ لي شويه من الفاكسين، من انتر اكشن ما بين الانتيسيبتيك سوليوشن ان انا احط كحول مثلا او بيتادين وما بين الفاكسين بتاعي. ما يفضلش ان انا احقن 2 فاكسين في نفس مكان الحقن، يعني بدي سبكات في مكان، ما يفضلش ان انا احط الريبز والسوماني في نفس الفولد اللي انا فرفعها من الجلد وبحقن فيها الفاكسين. كل دي حاجات مهمه بنتكلم عليها في الفاكسينيشن. اثناء ما انا بشتغل الفاكسين بالبروتوكول بتاعي. نيجي للسلايد اللي بعده على قصه الفيلير. طبعا دي من اهم الحاجات اللي احنا كلنا في الفيلد، طبعا زملائي كلهم اللي شغالين في العيادات في السعوديه عارفين القصه دي، ان احنا احيانا لما بندي فاكسين بيحصل منه فيلير. صاحب الحاله بيتوقع على طول، بيحمل المشكله على الدكتور، على ان الفاكسين ده حصل منه فيلير، فالدكتور هو اللي عنده مشكله. الفيلير ده شكله ايه؟ يعني ما بيحصل فاكسينيشن فيلير، ايه الشكل بتاع الفاكسينيشن فيلير؟ مش كل الفاكسينيشن فيلير معناه ان الكلب جاله الفيروس. الفاكسينيشن فيلير ده ممكن يحصل حاجه فيلير انا مش شايفه، يعني في كلينيكالي ريبريزنتد فاكسينيشن فيلير، وفي نون كلينيكال بريزنتد فاكسينيشن فيلير. الكلينيكالي بريزنتد ان هو جاي لي جاله الفيروس مع ان انا مديله الفاكسين. الثاني بقى النون كلينيكال، هو ما جالوش الفيروس لانه ما تعرضش، ممكن يكون ما تعرضش، بس الفيلير اللي حصل انه ما تكونش في الجسم اجسام مناعيه كافيه للبروتكشن للحيوان ده اجينست الفيروس. يعني ممكن بعد فتره يجي له الفيروس مع انه كان واخد التطعيم من فتره وجسمه ما فيهوش اي اجسام مناعيه، وانا متخيل الفتره اللي فاتت دي كلها انه انا اديته الفاكسين وان الدنيا ايه ماشيه مظبوط. احنا بنرجع بقى الفاكسينيشن فيلير ده لحاجتين اساسيتين، اثنين جروب اساسيين، ان انا الادمنستريشن بتاعي كان ماشي مظبوط بالجايد لاين اللي احنا كنا بنتكلم عليه الاولاني اللي فات في السلايد اللي فات واللي قبله، ان انا ماشي بالروت اوف ادمنستريشن اللي احنا عارفينه مظبوط وبكل الخطوات اللي احنا قلناها كده، يبقى انا عملت كوريكت ادمنستريشن، فالمفترض ان يطلع الفاكسينيشن مظبوط. الوحش ان انا اعمل انكوركتد ادمنستريشن، يعني اديه بروت غلط، يعني هو المفروض يتاخد سبكات انا اديته انترابروتينيل، اديته انترافينوس، اديته بشكل مش مظبوط، او ان الفاكسين بتاعي اللايف اتنويتد فاكسين بقى حصل له ديث، بقى كيلد فاكسين، فمش هيدي الرياكشن بتاعي. ده بيحصل لو انا حفظت فاكسين المفروض احفظه في الثلاجه وهو لايف فاكسين، ورحت انا حاطه مثلا في الفريزر وبعد كده لما خرج داب سايبه عشان يدوب وبعد كده جيت احقنه، هو ما بقاش لايف فاكسين، هو بقى كيلد فاكسين، فمش هيدي الفاكسينيشن ايه بتاعي. او ان انا ادي الفاكسين في وقت مش مظبوط برضو، ده الادمنستريشن تايم بتاعي مش مظبوط، اديته يا بدري قبل ميعاده يا اديته بعد ميعاده بفتره طويله، او اديت الانيشال دوز وما اديتش البوستر في وقتها مظبوط، اديتها بعديها في وقت، ده انكوركت ادمنستريشن. لو في كوركت ادمنستريشن، يعني انا مدي الروت بتاعي مظبوط والتايمنج مظبوط وكل الفاكتورز بتاعت الادمنستريشن
مظبوط، ممكن يكون المشكله في الحقن اصلا هو في الانفيديلو الفاكسين، الاقيه قبل ما يعدي 3 ايام بعد الفاكسينيشن الاقيه جاله الفيروس. ده مش رياكشن للفيروس، ده هو الحيوان كان في الانكيوبيشن بيريود وانا اديته الفاكسين وهو كان نصيبه ان هو كان في الوقت اللي حصل فيه الانفكشن. ودي نقطه مهمه معانا في الحته اللي احنا كنا بنقول فيها الجاب الاولاني، فعشان كده كل ما اختار فاكسين احسن كل ما بقلل الجاب في احتماليه ان انا ادي في وقت يكون هو حصل له فيه انفكشن، ده انا هكون مريح نفسي منه. او ان انا اكون اصلا الفاكسين ده معمول غلط، يعني لوكال فاكسين مثلا او الفاكسين معمول في شركه مش مظبوط، ما بيعملش مش بيعمل البروتكشن مظبوط، فبيطلع لي انتي بوديز مش سبيسيفيك للده او بيطلع تتر مش مظبوط، فلاقي نفسي بدي الفاكسين وبعد كده بيحصل ما بيخفش يعني ما بيعملش البروتكشن اللي هو النون بروتكتيف انتيجين. وفي حاجات بقى تانية تكون فيها مشكله في الريسبونس بتاع الحيوان، يعني الحيوان نفسه الريسبونس بتاعه ما كانش مظبوط. طبعا في انديفيدوال فاريشن، وفي حيوان فيها اميونو كومبرومايزد بيشن الاميونيتي بتاعته اصلا فيها مشكله، فلما باجي اديله التطعيم هو الاميون سيستم بتاعه مش عارف اصلا يعمل الرياكشن بتاعه، فده من الحاجات المهمه يعني. او ان يكون في بايولوجيكال فاريشن زي ما احنا بنتكلم. ده كان ملخص كده عن اهم البروتوكولز اللي احنا بنستخدمه في الفاكسينيشن، وارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا، وانا سعيد جدا بالمشاركه معاكم طبعا، وشرف ليا ان انا اكون في محفل علمي جميل زي ده. شكرا، ونرجع لدكتور حسين. دكتور هيثم شكرا جدا لحضرتك على المحاضره الاكثر من رائعه حقيقي، استفدنا كتير منها، يعني التابس بتاعت الفاكسين ابلكيشنز، انواع الفاكسينات الكور والنان كور، اعتقد دي من المعلومات القيمه جدا. طبعا احنا بنتكلم بشكل عام عن الامراض وعن اللقاحات بشكل عام، طبعا في شركات كتير جدا موجوده بتقدم هذه اللقاحات وكلها لقاحات جيده ويعني ده اللي احنا دايما بنقوله، لكن الاستخدام الامثل يعني دايما بيقول ما فيش فاكسين سيء لو هو منتج من شركات من الشركات الكبيره المحترمه، ولكن بنقول ان في استخدام سيء للفاكسين او استخدام خاطئ، وده في الاخر اللي بيؤدي لبعض المشاكل. لكن طبعا كل الشركات طبعا على راسنا وكلها شركات محترمه جدا ومنتجاتها طبعا اكثر يعني فعاله بشكل واضح. طبعا احنا عندنا اسئله كتير جدا. طبعا الدكتور علي، حابب حضرتك تقول اي كلمه قبل ما نبدا الديسكشنز؟ لو بقول كلمه بقول شكرا للبروفيسور سليمان، البروفيسور هيثم ايضا على هذه المعلومات القيمه والمفيده جدا، واللي حقيقه استفدت منها ايضا شخصيا، ويعني واعتقد انها هذه الفعاليه الاولى الموجهه يعني العلميه الموجهه لزملاء الاطباء البيطريين وايضا لمربي الحيوانات، لانه للاسف انه ستيل ما زالت اللي هو المعلومات عن امراض القطط والكلاب عندنا في منطقتنا العربيه تحتاج المزيد من الابحاث والدراسه، وللاسف ان نحتاج ايضا تجويد الاعمال في موضوع اللي هو التشخيص وعلاج الحيوانات الاليفه، وخاصه انه يعني في ترند عالي على اقتناء الحيوانات الاليفه سواء المنقذه او ايضا المرباه في يعني الحيازات، فمن الجيد انه نرفع مستوى الاطباء البيطريين لمعرفه هذه الامراض، واحث طبعا جميع الاطباء البيطريين على يعني تحسين مستوياتهم او معارفهم او معلوماتهم عن امراض القطط والكلاب، وانها لها يعني خصوصيه يعني في موضوع الامراض يعني مختلفه عن المواشي. كل الشكر لكم بروف سليمان وبروف هيثم ايضا الدكتور حسين جلال، ولعلنا يعني ما شاء الله تبارك الله انا عندي اسئله، مجموعه من الاسئله اللي جايه من بعض الحضور، وايضا يعني اذا كان في بعض الزملاء او بعض الحضور رافعين يدهم لطرح الاستفسارات فلعلنا، واشوفها الان نزلت مره ثانيه، ولكن خلونا نجاوب عن الاسئله اللي وردتنا مكتوبه سواء عن طريق الشات او ايضا عن طريق اللينك المخصص لاستقبال الاستفسارات، فيمكن اذا عندك دكتور حسين استفسارات ولا شيء ممكن يعني نشارك فيها. الاخت نوار خالد، طبعا انا بطرح السؤال ويعني يمكن يكون السؤال البروف هيثم بعدين البروف سليمان، واذا كان هناك يعني
يعني وجهة نظر في أن تحويل الإجابة لشخص للخبير الآخر، فالمجال مفتوح للجميع. الأخت نوار خالد تقول وش علاج البراغيث القطط؟ تعاني من الحشرات والبراغيث بشكل كبير، وأن المشكلة دي سببت لها مشكلة يعني كبيرة وصعب علاجها. فما أدري إيش نصيحتكم بروفيسور يعني علاج مشكلة البراغيث في القطط؟ بروف سليمان أو لا تفضل دكتور سليمان تفضل. طب انا هعلق على السؤال برضو دكتور هيثم، لو حابب يضيف حاجه في الاجابه. انا مع البراغيث في القطط طبعا في مستحضرات كتيره قوي، احنا مش عايزين نقول اسامي المستحضرات التجاريه، لكن في ادويه مضادات الفيروسات الخارجيه اقدر استخدمها بشكل موضعي على الحياه من بره على القطط كده، دي بشكل كبير بتبدا تقضي على البراغيث اللي موجوده في جسم الحيوان. برضو من ضمن الحاجات الهامه جدا دكتور سليمان، دكتور سليمان بستاذن حضرتك، يعني لو 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 يعني في الفري انك تذكر الاسماء التجاريه، بس اسف مش الاسماء التجاريه، الاسماء الفعاله، المواد الفعاله. ليه؟ لان برضو مهم جدا المواد الفعاله الناس تبقى عارفاها، بحيث انها في العلاجات يعني في الفري اعتقد يعني احنا ده المهم ان احنا نفيد الزملاء اللي موجودين طبعا. طب هستاذنك معلش يا دكتور سليمان، هقول حته وبعد كده اتفضل قول المواد الفعاله. هو طبعا بس عشان نبقى في الاول، ده البوزيتيف ايجنت عندي اللي هما الفليز البراغيث، دي بارازايت، فاحنا لما تتعامل معاها بدراج هتتعامل معاها بانتي بارازيتك دراج. دول فاميليز كتيره وعائلات كتيره، اشهر واحد فيهم في حاجات مضادات الحشرات هي الاورجانوفوسفرس. الاورجانوفوسفرس دي كونترا انديكيتد ان احنا نستخدمها في القطط. يعني في القطط عندنا واحنا بنتعامل معاها طبيا، احنا رقم واحد بحط عندي ايه اللي ممنوع الاول قبل ما ابتدي اقول ايه اللي مفيد عندي، واحطهم بقى في الدرجات من احسن فيهم، من متوسط ومن اقل. فاحنا دي معلومه مهمه جدا حتى للمربيين، ما حدش يجيب مثلا حاجات للشعر بتاعت الامل بتاعت الاطفال مثلا او البراغيث في البني ادمين، دي حاجات اورجانوفوسفرس او الحاجات اللي بنستخدمها في اللارج انيمال زي الدايزينون والحاجات اللي هي بنرش بيها. الكلام ده في القطط هايلي توكسيك يعني، وبيعمل اعراض عصبيه. فدي بس النقطه الاولانيه اللي انا بقولها، وبعد كده الدكتور سليمان بقى يكلمنا على اشهر العائلات بتاعت المواد الفعاله اللي احنا بنستخدمها. ولعل بس يعني مداخله يعني ايضا تكون الاجابات بس يعني والاجابات نحاول نختصر فيها قدر المستطاع، لانه ما شاء الله حجم الاسئله كبير ما شاء الله تبارك الله. تفضل المايك. تمام، هو دكتور زي ما دكتور هيثم تفضل، في عندي مستحضرات كتير ومواد فعاله كتير ليها شغل على البراغيث في القطط، لكن في عندي برضو من الحاجات اللي انا بخاف استخدمها اللي هي الأورجانوفوسفورس كومباوند، لأن هي بتمتص بنسبة كبيرة جدا في جلد القطط وممكن تعمل بعض أنواع السومية في القطط دي. لكن في عندي حاجات مثلا زي السلاميكتين، دي من ضمن المواد الفعالة اللي أنا أقدر أستخدمها للبراغيث في القطط يعني. بالإضافة للمشاكل السنوية اللي بتحصل مع وجود البراغيث، زي ما قلنا الحساسية الشديدة اللي بتحصل في جلد الحيوان. شكرا بروفيسور. وطبعا يعني نصيحه اضافيه مني، اذا جينا نعالج مشكله البراغيث او الطفيليات يجب ان يكون العلاج شامل، سواء للحيوان المصاب او لبيئته، لانه ممكن تكون هناك يعني بيوض او يعني حيوانات او حشرات غير بالغه تنتقل للحيوان مره اخرى. ايضا سؤال ايضا من الاخت نوار تقول علاج الحساسيه من القطط في الانف والعيون. السؤال موجه الحساسية. طبعا هو الحساسية الالرجي طبعا ده بيبقى سببها الرجين، يعني مادة بروتينية الحيوان بيتعرض ليها جسمه بيعرفش يتعامل معها، فبيعمل ضدها انتيجينيك رياكشن برضه، يعني بنسميها هايبر اميونيتي، يعني رد فعل المناعي ليها عمل حساسية. فانا رقم واحد لو هي حساسيه لازم اشخص الاول اتاكد انها حساسيه. اسهل طريقه لتشخيص الحساسيه ان انا اعمل سي بي سي، ان انا اخد صوره دم كامله واحاول اشوف الخلايا المتخصصه اللي بتعلى في الحساسيه زي الايزينوفيل كده واطمن انها عاليه، يبقى انا بتكلم في حساسيه. احيانا في حالات حساسيه برضو بلاقي الايزينوفيل مش عاليه قوي، بس هو واطمن انها مش حاجه ثانيه، مش انفكشوس، مش حاجه فايرال او حاجه بكتيريا او كلاميديا او ابر ريسبيرتوري تراكت. ثاني خطوه بقى الحساسيه
فيها جزء انها هيستامين، فطبعا الدراج اوف تشويس بتاعها هيبقى الانتي هيستامينك دراج، اي حاجه اي دواء من ادويه الانتي هيستامينك. الحاجات المتخصصه للفلاين افضل، البدائل بتاعتها ممكن استخدم الحاجات البشريه، واحاول اظبط الجرعه بتاعتي مع وزن الحيوان. الخطوه الثانيه انا بشوف الكومبليكيشن اللي حصلت منها، لو حصل بقى معاها بكتيريا انفكشن، سكت البكتيريا انفكشن او اي حاجه، ودي معاها اي دواء تاني للبكتيريا او للفيروس. الاهم حاجه في الحساسيه الريموف الكوز، لازم اعرف الالرجين ايه، السبب بتاع الحساسيه. القطط عندها حساسيه من حاجات كتير، منها شعر القطط، يعني ممكن القطه يجي لها ابر ريسبيرتوري تراكت الرجي بسبب شعرها، زي ما بيحصل للبني ادمين، زي ما هو مشهور في البني ادمين ان شعر القطط ممكن يعمل حساسيه في الاطفال الصغيرين. فانا بحاول الاول اخد من الهيستوري بتاعي واحاول اشيل الالرجين الاول، وبعد كده ان شاء الله الانتي هيستامين طبعا هو الدراج اوف تشويس. شكرا لك يا دكتور، ما قصرت. الاخت كلثوم من جيزان تقول عندها قط حرارته دائما مرتفعه، ويعني بدون اسباب. فالاستفسار يعني اذا دائما تحس اللي هو الحراره باليد، ولكن الاكل والنشاط عادي، ويعني كان وهو صغير ياتي ساهال الله يكرمكم لونه اسود، وذهب اختفى الاسهال، ولكن يعني رجع للاسهال مره ثانيه ولونه اسود. فيعني ايش اسباب اللي هو الله يكرمكم الاسهال اللي لونه داكن؟ يعني ايش الاسباب الممكنه؟ طبعا هو الاسهال الاسود ده اسمه ميلينا، اللي هو معناها انه في دم حصل له دايجيشن ونزل في الاستول بتاعي بالشكل بتاعه اللي هو شكله اسود، فده معناها ان البليدنج حاصل في حته في الجهاز الهضمي غالبا المعده. نعم. يعني لو في قرح موجوده في الامعاء سواء الغليظه او الرفيعه، الاسهال ما بينزلش او الاستول ما ينزلش فيه دم، ينزل دم فريش او دم لونه محمر، عشان ينزل اسود غالبا بيبقى موجود في الاستومك. او وارد ان هو لو بياكل اكل من الحاجات اللي فيها دم زي الكبده مثلا، كتر اكل الكبده للقطط بتخلي الاستول بتاعه لونه اصلا اسود، وده دم مش بليدنج من الحيوان، ده الدم اللي كان موجود في الليفر اللي هو اكله، في الكبده اللي هو كده. فدي بنرجع شويه في الهيستوري بنتاكد اذا كان هو ده نوعيه اكله هي ليها دور ولا لا. وطبعا ليها تحاليل، ان انا باخد بفرد عينه السول واحاول اشوف فيها اوكلت بلاد ولا هو ايه البلاد اللي موجود فيها. دي نقطه في الجزء ان في دم او في لون اسود في السول. النقطه الثانيه الفيفر او السخونيه، ده عرض طبعا، ده مش مرض، ده عرض لمجموعه من الامراض كتيره. معنى السخونيه ان في حاجه فورين ماتيريال بتلف في السيركوليشن بتاعت الحيوان. الفورين ماتيريال دي بنسميها بايروجينيك ماتيريال، يعني حاجه بتعلي درجه الحراره، الجسم بيتعامل معاها فبيضطر يعلي درجه الحراره بتاعتها. ممكن تبقى بكتيريا فيبقى بكتيريميا، ممكن تبقى فيروس يبقى فيريميا، ممكن تبقى حاجه اسمها سيبتيسيميا، يعني بكتيريا مع التوكسينز بتاعتها، ممكن تبقى توكسيميا، يعني مفيش انفكشن بس في توكسين بيلف في الدم. في نقطه كده على جنب مهمه، ان في انديفيدوال فاريشن، واحيانا بيبقى في قطط او كلاب او بني ادمين حتى بيبقى على طول درجه حرارته عاليه، ده النورمال بتاعه. فانا بقى الاول ما مجرد ما لقيت ده الطبيعي بتاعه بعرفه ازاي ان هو ده الطبيعي بتاعه، ان انا كل ما الاقيش درجه الحراره الاقي ان درجه الحراره عاليه، اشوف بقيه الفانكشن بتاع الجسم كله سليم وبياكل وبيشرب، واعمل ليفر فانكشن الاقيه سليم، كيدني فانكشن الاقيه سليم، اي حاجه من الحاجات دي والاقيها كلها سليمه، وفي الاخر هو حرارته على طول عاليه. تبان برضو شويه لما بدي انتي بايريتك، يعني ادي خافض لدرجات الحراره في الحاجات اللي فيها سيبتيسيميا، هي هتقل لما ادي وبعد شويه ترجع تاني لو انا ما عالجتش السبب الرئيسي. انما في القطط والكلاب اللي درجه حرارتهم على طول طبيعيه ما بتتحسنش بالانتي بايريتك. حاله زي كده هي محتاجه ان هي تعمل له وسائل تشخيصيه كامله، نطمن ان هو طبعا لو هو مع الكلام ده في احتمال يكون في قرحه في المعده او انفكشن موجود في المعده، بيعمل اعراض كل شويه، طبعا ده احتمال وظائف الكبد يكون فيه مشكله، لان الكبد من الحاجات اللي بتعمل تاثير في الجهاز الهضمي وتعمل شويه برضو قرح فوارد، فهو محتاج ان هو على الاقل يتعمل له صوره دم كامله نطمن ان هو ما فيهوش اي مشكله في الدوره الدمويه وكرات الدم البيضاء بتاعته وزن نورمال، فمعناه ان مفيش انفكشن موجود في الجسم، ولو نقدر نعمل معاها مثلا تحاليل وظائف الكبد. والشكل العام الحالة غالبا، بس طبعا هو محتاج وسائل تشخيصيه لان التشخيص جامب كده على طول صعب، غالبا هو هيطلع انديفيدوال فاريشن، ان هو القط ده بطبيعته بيسخن.
شكرا يا دكتور، ما قصرت. العفو. الأخ أحمد من الرياض يقول: عندي قط وصحته جيدة ويستخدم الليتر بوكس، بس في الفترة الأخيرة صار يتبول في كل مكان على البطانيات والأسرة وسبب لنا مشكلة، وحاب أعرف إيش المشكلة والحل معه. ذكر عمره سنة، قط ذكر عمره سنة شيرازي، إيش المشكلة؟ مش كاستريت ولا كاستريتد؟ يعني الخصية موجودة ولا اتشالت؟ لأنه هو لو هو مش كاستريتد ده بيبقى ببهدل. اذا كان بس هو يعني هنقول الاحتمالين، يعني لو هو اذا كان مخصي غير مخصي يعني مش معمول له جزء، طبعا ده جزء في البيهيفير بتاع القطط في السيزون بتاع الجواز بتاعه، لما الهرمون بيبقى عالي شويه ان هو بيعمل يورينيشن في كذا حته علشان يعمل حاجه اسمها تيريتوريال سبيس، بيعمل لنفسه مكان القطط التانيه تشمه، الفيميل تبقى عارفه ان في ميل موجود هنا فتيجي، والميل يخافه يبقى ده المكان بتاعه. فده شكل عادي في البيهيفير بتاع القطط اللي مش مخصيه. وليه علاقة تانية ان هو يبتدي يعمل يورين في اماكن تانية غير اللي كان متعود يعمل فيها، بيبقى فيه جزء نفسي. القطط من اكتر الحيوانات اللي بيجي لها امراض نفسية، ده احيانا بيبقى علامة للديبريشن، علامة ان هو مكتئب، فيبتدي يعمل زي الاطفال الصغيرين كده، بيلفت النظر، فيبتدي يعمل بيهيفير غريب غير البيهيفير الطبيعي بتاعه، فيبتدي يعمل يورينيشن في مكان غير المكان بتاعه. واحيانا ده بيهيفير بقى من خبره التربيه بتاعت القطط، المربيين بيبقوا عارفينه، القط لما بيبقى اتغاظ من حد ممكن يروح يعمل يورين في حاجه بتاعته، بيلفت نظره ان هو متضايق، انه زعلان. فده برضو احتمال، وده بيظهر في القطط سواء بقى مخصي او مش مخصي، يعني ممكن يبقى كاستريت ويبتدي يعمل يورين في حتت غريبه، ده ملهاش علاقه بقى بهرمون، ده بيهيفير ودليل على الحاله النفسيه اللي موجوده شويه عند القط. شكرا يا دكتور. سؤال من دكتور حسين الحنفوش: بروتوكول علاج الليبتوسبايرا. تفضل دكتور سليمان. طيب الليبتوسبايرا برضو من ضمن الحاجات اللي انا بتعامل معاها، لازم مبدئيا اكد ان دي عدوى ليبتوسبايرا واضحه قدامي بالتحاليل طبعا، سواء تحاليل دم او تحاليل البكتيريا، بحيث اوصل للمسبب المرضي. دي اول خطوه. الخطوه الثانيه على حسب وضع الحيوان قدامي والحاله المرضيه اللي هو فيها. لو انا بتكلم في حيوان درجه حرارته عاليه والاعراض جايه شديده فيه، فلازم بستخدم بعض المضادات الحيويه مثلا زي البنسلينات كده، بحيث ان انا بقدر اسيطر على وجود الميكروب في الدم واقدر يعني احصره في مكان معين. الخطوه اللي بعد كده بعد انخفاض درجه الحراره وبدات الاعراض تهدى شويه، ببدا اتنقل لكاتيجوري تاني من المضادات الحيويه اللي ليها دور اساسي ورئيسي في حصر الميكروب في الانسجه المختلفه، وبالتالي اقدر اقضي عليه. الحاجه برضو الهامه جدا في العلاج، علاج تبعات وجود مشكله الليبتوسبايرا في الكلاب. طبعا عندي الكلى بتكون اتاثرت بشكل كبير جدا، عندي الكبد بيكون اتاثر بشكل كبير جدا، الحيوان مناعيا بدا يبقى في هزه مناعيه في الحيوان، وبالتالي ببدا اشتغل على كل جزء من الاجزاء اللي هي اتاثرت زي الكبد. الكبد ابدا استخدم منشطات الكبد المختلفه، الكلى ببدا استخدم بعض الادويه اللي ليها دور في غسيل الكلى وتنشيط الخلايا المبطنه للكلى. كل ده بناء على الاعراض اللي بتكون قدامي. طبعا العرض الرئيسي اللي هو بيحرك الاونر في مشكله زي الليبتوسبايرا هو البول المدمم، ودي اكتر حاجه بتبقى عامله قلق ل صاحب الحيوان، هي دي اللي بتخليه أكثر حاجة بيروح للدكتور يعني. فده اختصارا كده لمشكلة الليبتوسبايرا والتعامل معها. طبعا الحيوانات الأخرى المخالطة ليه طبعا لازم أبدأ أشتغل على المناعة بتاعتها، دي أول خطوة. الخطوة الثانية استخدام التحصينات برضو المتخصصة في مشكلة الليبتوسبايرا، وعندنا في برضو قطاع كبير من التحصينات بيحتوي على الليبتوسبايرا المختلفة في الكلاب. شكرا يا دكتور، شكرا، يعطيك العافية. استفسار من الأخت وجدان: هل ممكن الديدان تغير لون البراز للون الداكن؟ تمام، تفضل دكتور ياسر. تفضل. طيب برضو تغيرات البراز، هي البراز طبعا دي من ضمن برضو المؤشرات اللي بتوديني شوية ناحية المشكلة اللي عندي. في ممكن يبقى البراز بيتغير نتيجة تغير طبيعة الأكل أو التغذية بتاعت الحيوان، زي ما كان السؤال من شوية برضو موجه لدكتور عيسام، وكان الكلام على الحيوانات اللي بتاكل كبدة كتير ممكن ده يخلي فيه تغير لشكل البراز. برضو في بعض الديدان
اللي ممكن تبقى موجوده في الامعاء بتاعه الحيوان او المصارين بتاعه الكلاب. دي ممكن برضو بتعمل جروح كده في الغشاء المبطن للامعاء، وده بينتج عنه وجود دم في البراز. طبعا على حسب مكان العدوى موجوده فين في الامعاء، لو موجوده في الامعاء الدقيقه بيكون البراز نزل بشكل اسود، او طبعا لو موجود في المعده، لو موجود في الامعاء الغليظه وفي نهايات المصارين او الامعاء ده بيكون اكتر حاجه بيكون شكل او تغير لون البراز للشكل الاحمر الواضح للدم. برضو ده من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى موجوده عندي في البراز بتاع الحيوان يعني. شكرا يا دكتور. الاخت تهاني شريف، الاستفراغ الفوميتينج الرغوي الابيض بدون اسهال، ايش اسبابه وايش العلاج الممكن له؟ اسباب الاستفراغ ممكن. تفضل كويس. طيب ما ماشي، شكرا دكتور سليمان. هو طبعا الترجيع ده من طبعا لا طبعا هو طبعا الترجيع برضو هو ده عرض مش مرض، وعرض لمجموعه من الامراض الكتيره جدا. يعني لو رجعنا قسمناها التقسيمه اللي كنا بنقولها واحنا بنتكلم، حاجات انفكشوس وحاجات نون انفكشوس ديزيز. في امراض فيها عدوى بكتيريه او فيروسيه بتعمل ترجيع، وفي امراض ملهاش دعوه باي عدوى وبتعمل ترجيع. الاشهر في القطط عشان يعني الكلام يبقى مختصر شويه، اشهر حاجه من الحاجات اللي بتعمل ترجيع متكرر والحيوان عايش حياته عاديه، القط عايش عادي بس كل شويه بيرجع، اشهرهم الهير بول، ان هو يكون بيلح الشعر وبيرجع بيجي كتير في معدته، وبيروح عامل زي كوره شعر موجوده في المعده، فكل شويه نلاقيه بيرجع وياكل ويبقى كويس وبعد شويه يرجع. طبعا عصاره صفراء دي غالبا بتبقى معنى علامه ان المعده فاضيه، او عصاره رغويه كده دي معناها دي عصاره المعده فاضيه. دي لو مرتبطه ان هو ما بياكلش فدي دليل على انه ما بياكلش، خلاص كل شويه بيرجع معدته فاضيه، او في الوقت اللي هو بطنه خلاص هو هضم الاكل وبيروح مرجع. من ضمن الاسباب الثانيه المهمه التهاب المراره في القطط. القطط من الحيوانات اللي التهاب المراره فيها معدل عالي، فممكن بتعمل قصه الترجيع دي. فهو برده محتاج وسائل تشخيصيه شويه عشان تتشاف ويتشاف. لو بصفه عامه القط سليم وبيرجع كل شويه كده، احتمال طبعا الهيربول ده اكبر الاحتمال. شكرا يا دكتور. عاوز طبعا الحاجات دي محتاجه وسائل تشخيصيه. شكرا يا دكتور. الاخت بشاير الدوسري، هل هناك سبب معين لسقوط اسنان القطه البالغه؟ طبعا هو في تغيير اسنان، يعني القطط احنا طبعا وسيله التسنين في او نعرف سن الحيوانات هو برضو بالاسنان. ففي الميلك تيس وفي البرمننت تيس. الميلك دي ليها معدل طبعا بالشهور كده في العمر الصغير لحد عمر سنه هو خلاص بيبقى الفول تيس وكلهم برمننت موجودين. مع الوقت هم بيتبروا تدريجي لحد ما بيجي وقت معين في الاعمار الكبار بيبتدي يحصل تساقط في الاسنان. طبيعي ان في العمر الكبير يحصل نسبه تساقط. مرتبطه بقى بشويه امراض، طبعا في امراض في الفك نفسه، لو في التهاب في اللثه او في جير في حوالين الاسنان او في خراج اتكون حوالين السنه، الكلام ده كله بيوقع السنان. في امراض بقى في الجسم ككل ممكن توقع الاسنان، منها امراض الكلى طبعا، لو هو القط كبير عنده مشاكل في الكلى ممكن توقع اسنانه، عندها مشاكل في الكالسيوم مع كبر السن شويه ممكن يحصل القصه دي. فهي كلها حاجات مرتبطه كده باعراض ثانيه ظاهره مع وقوع الاسنان تخلينا نعرف هو انه فيهم السبب الاساسي فيه. بس شكرا يا دكتور، يعطيك العافيه. ايضا هناك ما شاء الله سؤال اسئله على الشات. الاخ سلوم او اخت سلوم ما ادري، انا عندي مجموعه قطط واحس باللثر بوكس اسهال بسيط ومع شوي دم خفيف جدا، وصحتهم كل شيء تمام، طبعا الاكل لسه مغيره، بس وش سبب الدم؟ هو ممكن يكون اسباب المشكله دي طبعا هو اساسيا تغيير التغذيه، وبالذات لو بدا ينقل من تغذيه عاديه لتغذيه دراي فود. بعض الاوقات شويه دراي فود ممكن يعمل يعني زي جروح خفيفه كده وبسيطه داخل الامعاء، لكن مع الوقت وتعود الحيوانات على الدراي فود ده تبدا المشكله تخف يعني. شكرا يا دكتور. الاخ يوسف المهدي، السلام عليكم، ما هي علامات التوكسوبلازما في القطط او الكلاب المصابه؟ وارجو مساعدتكم التنبيه على هذا الطفيل.
طيب التوكسوبلازما برضو دي من الحاجات اللي الواحد بيبقى قلقان منها، بالذات لو هيبدأ في تربية القطط في البيت، لأن هو ده من ضمن الأسباب المشهورة قوي في مشكلة الإجهاضات في البني آدمين أو الهيومن. علامة المشكلة دي أو أعراض المشكلة دي في القطط للأسف في أكتر من 95% من القطط ما بيظهرش عليهم أي أعراض نهائي بسبب مشكلة التوكسوبلازما، لكن في بعض الأحوال ممكن يكون في بعض الأعراض العصبية، ممكن يوصل في مراحل لبعض المشاكل في رجول القطط، ممكن يبقى في بعض الأحوال ممكن يكون في أبورشن، لكن برضو ما بقدرش إن أنا أشخص التوكسوبلازما بسهولة، محتاجة بعض التحاليل الدم شوية في إن أنا أبدأ أتتبع الأجسام المناعية لوجودها داخل جسم القطة. برضو من الحاجات المهمة عشان خاطر أتجنب حدوثها، طبعا بتنتقل بشكل رئيسي للتغذية على الأطعمة السيئة، بالذات يعني بالذات اللحوم الرو اللي هي النية، فبرضو نتجنب برضو استخدام اللحوم، لأن في بعض الناس بتأكل الكبد النية واللانشون الكواليتي بتاعه مش كويس، الحاجات دي كلها برضو تبقى مصدر لانتقال العدوى، عشان برضو نبقى مطمنين في بداية تربية الحيوان أو القطة داخل البيت. ممكن ناخد عين الدم ونفحص ونشوف هل في أجسام مضادة ضد التوكسوبلازما ولا لا، وبالتالي أخد قراري إذا كنت أتخلص منها أو هربيها. شكرا لك يا دكتور. السؤال من دحيلة سليمان، أو السلام عليكم، هل الأم المطعمة تكون مناعة أطفالها أفضل من نظيرتها غير المطعمة؟ وهل الرضاعة تنقل الأمراض بين الصغار؟ هل المناعة في الأم المطعمة، يعني عفوا الأطفال من المطعمة غير المطعمة أفضل، وهل الرضاعة ممكن تنقل الأمراض؟ طبعا زي ما دكتور هيثم تعرض للجزئية دي في المحاضرة، أنا بيتنقل تقريبا أكتر من 90% من المناعة من الأم لصغارها عن طريق الرضاعة، وبالذات في لبن السرسوب أو مع الرضاعة بالوقت يعني، فبالتالي صغار الأمهات المطعمة بيكون أفضل كتير من الصغار اللي هي جاية من أمهات غير مطعمة. وهل اللبن ينقل؟ اه طبعا في مشاكل كتير قوي، برضو انا عرضت القصه دي في المحاضره، ان في بعض الطفيليات وبعض المشاكل الفيروسيه والبكتيريه ممكن تتنقل عن طريق الرضاعه، زي مثلا ما قلنا في مشكله التوكسوكارا او الاسكارس، دي من اشهر الامثله لانتقال العدوى من الام لصغارها عن طريق الرضاعه. ممكن برضو تلوث اللبن بانواع العدوى المختلفه، لو بنتكلم مثلا في كلاب او في قطط وفيها عندها التهابات في الضرع او التهابات في الحلمات، ده ممكن ينقل العدوى للصغار، وبالتالي ممكن تبقى المشكله موجوده اكتر في الصغيرين يعني. شكرا يا دكتور. سؤال من الاخ او الاخت مالك او ملك بدوي، ماذا يحدث لو اعطيت السعار عضل بدل تحت الجلد؟ تفضل دكتور سمير. لا تفضل دكتور. لا تفضل. طيب هو طبعا احنا زي ما الدكتور هيثم اتكلم على البريكوشنز في استخدام التحصينات، طبعا بنتبع الشركه بتقول ان طبعا هي بتبقى عامله ابحاث على الريجوليشنز بتاعتها، لكن في معظم الاحوال هو ريكومندد ان هو يتاخد تحت الجلد. يعني هو في أغلب الأحوال في ناس استخدمته عضل وما حصلش أي مشاكل معاهم، طبعاً يعتمد أكتر مش على التحصين، أكتر على استخدام سرنجة تكون كويسة، يكون مكان الحقن ما فيهوش مشكلة، لأن السرنجة لو هي مش نظيفة أو مكان الحقن فيه مشكلة وأنا دخلت بالسرنجة، ده ممكن يعمل لي فعلاً بعض أنواع الخراريج في أماكن الحقن. لكن الحقن طبعا انا بلتزم بجرعه الشركه وبلتزم بالريكومنديشن بتاعه الشركه، لما تقول لي تحت الجلد تحت الجلد عضل ايا كان، على حسب ريجوليشن هم بيقولوها. لكن يعني في ناس فعلا حصل معاهم اكسيدنتال كده انه حقن بطريق مختلف شويه وما كانش في اي مشكله خالص في مكان الحقن يعني. شكرا لك يا دكتور. وصلنا لنهاية حلقتنا، ويعني هالورشة هذه، وأتمنى يعني أن الجميع استفاد من هذه الفعالية. كل الشكر والتقدير لك بروف هيثم وبروف سليمان وأيضا الأخ حسين جلال على يعني إقامة هذه الفعالية ورشة العمل. أنا أعرف أن هناك أيضا ما شاء الله العدد من الاستفسارات اللي وردتنا،
في كتابيا الآن، ولكن في ضيق الوقت ما رح نقدر يعني نجاوب عليها للأسف. فيعني بإذن الله كل الأسئلة حتى هذه اللي تمت الإجابة عليها راح يتم وضعها في حساب الإرشاد البيطري على موقع تويتر، وأيضا الحلقة هذه حتكون إن شاء الله بإذن الله مسجلة ومرفوعة على موقع اليوتيوب على قناة الإرشاد البيطري الخاص بوكالة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة. كل الشكر لكم أساتذتي الخبراء هيثم بروف سليمان ودكتور سليمان، واشكركم جميعا على هذه الفعالية. عفوا، واشكر ايضا يعني شركة زويتس على يعني مشاركتنا في إقامة هذه الفعالية ورشة العمل، ويعني بإذن الله يعني هذه امتداد السلسلة من الفعاليات الإرشادية التوعوية الموجهة لجميع ملاك الحيوانات مختلف أنواعها. كل الشكر والتقدير، والمايك معك أخوي سليمان. دكتور سليمان. طبعا بنشكر حضرتك دكتور علي، وبنشكر الحضور جميعا، وبشكر أستاذي الدكتور هيثم، وبشكر حضرتك دكتور علي، وبرضه هسيب الكلمة للدكتور حسين جلال. طبعا في النهاية بشكر حضراتكم جميعا، بشكر أستاذنا الدكتور علي وأساتذتنا الغاليين الدكتور هيثم والدكتور سليمان على الندوة الجميلة دي، وأعتقد استفدنا منها كتير جدا النهاردة. وعايز أكرر شكري تاني للدكتور علي طبعا ووزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية الشقيقة على إن هم أتاحوا لنا هذه الفرصة، وإن شاء الله يكون في تعاون دايما مثمر بإذن الله تعالى، ونتواجد مع حضراتكم أكتر بإذن الله الفترة اللي جاية. خلاص، شكرا لحضراتكم، شكرا جدا لحضراتكم. الشكر والتقدير، ونراكم على خير دائما. شكرا جزيلا. إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم.